بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله هيكون ضيفي وضيفكم واحد من نجوم الدوري الممتاز، واحد من اللي اتربوا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله متالق السنه دي بشكل كبير جدا مع نادي اسوان. هيكون ضيفي وضيفكم النهارده الكابتن عمرو الحلواني، وحديث عن ذكرياته داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه طبعا بنبارك لفتيات النادي الاهلي، لاعبات النادي الاهلي الكره الطائره. امبارح ما شاء الله يتوجنا ببطوله كاس مصر بعد مباراه رائعه امام نادي الصيد. امبارح المباراه النادي الاهلي فاز في اول شوطين، بعد كده لاعبات الصيد اتعادلوا، بعد كده النادي الاهلي ونادي الصيد راحوا لمباراه او شوط فاصل. لاعبات النادي الاهلي تالقوا فيه بشكل كبير جدا. ما شاء الله لاعبات النادي الاهلي الكره الطائره يعني يعتبروا محتكرين هذه اللعبه. النساء والرجال في النادي الاهلي، تحيه كبيره لكل لاعبات النادي الاهلي. لكن واحنا بنتكلم النهارده ونبارك للاعبات النادي الاهلي عن بطوله كاس مصر، امبارح عايز اروح للقطتين مهمين جدا. درسين امبارح من الكابتن محمود الخطيب في دقيقتين في المباراه امبارح. اول لقطه امبارح ودايما احنا معتادين عليها، كابتن محمود الخطيب بعد المباراه النهائيه دايما بينزل وبيسلم وبيحيي كل الفرقتين المشاركين. امبارح كان موجود لاعبات نادي الصيد، لاعبات نادي الزمالك، ولاعبات النادي الاهلي. ده درس في الروح الرياضيه، ان وجود الكابتن محمود الخطيب امبارح في ارض الملعب في الصاله المغطاه في شارع الدخان امبارح، وتحيه كبيره. بنشوف امبارح وهو بيسلم على وبيتصور مع لاعبات نادي الزمالك كانه بيسلم بالظبط على لاعبات النادي الاهلي. هو دي الروح الرياضيه، وهو ده الكابتن محمود الخطيب، وده الشكل والصوره اللي احنا معتادين عليها دايما مع الكابتن محمود الخطيب دايما في نهايات يعني العاب الصالات. لقطه حلوه جدا، ولقطه دايما زي ما بقول لحضراتكم الكابتن محمود الخطيب معتاد عليها، بنشوفها في اليد، بنشوفها في السله، بنشوفها في الطاير. اللقطه الثانيه وهي درس في الرياضه او درس في الاداره الرياضيه. امبارح الكابتن محمود الخطيب كان موجود معاه الاستاذ محمد الضماطي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد الضماطي كان هو ممثل النادي الاهلي في هذه المباراه، هو اللي مفروض يكون موجود في مراسم التتويج. امبارح الكابتن محمود الخطيب هو نزل الملعب او هو حضر المباراه علشان يكون في دفعه كبيره للاعبات النادي الاهلي، في حماس كبير ليهم، علشان يكون في حافز كبير ليهم. الحمد لله فازوا بالمباراه. لكن شوف النهارده الدرس في الإدارة الرياضية، كابتن محمود الخطيب لما نادى على الأستاذ محمد الضماطي وكان بيبلغه، هنا اللقطة هنا واحنا بنشوف قدام حضراتكم، كابتن محمود الخطيب وهو بيشاور في المقصورة وبيقول عايز الأستاذ محمد الضماطي وهو موجود معاه، الأول وقف معاه وترك المشهد كامل للأستاذ محمد الضماطي علشان يكون موجود على منصة التتويج مع الكابتن سامح حمدي رئيس الاتحاد أو رئيس اللجنة المؤقتة، زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني مخرجنا بيعرض لنا اللقطه. هو ده النادي الاهلي، وهو ده العمل الجماعي داخل النادي الاهلي. ما عندناش رئيس نادي بياخد الكاس وبيجري بيه، او عندنا رئيس نادي بيقول انا صاحب الفرحه او صاحب التتويج او صاحب الانجاز او صاحب اللقب. دايما النادي الاهلي في دروس لازم الناس كلها تتعلم منها. امبارح احنا بنروح للقطتين مهمين جدا. لقطة بعيدة عن فوز النادي الأهلي أو الشكل المعتاد اللي احنا تعودنا عليه من أنيسات النادي الأهلي ولاعبات النادي الأهلي بالفوز دايما ببطولة الدوري وبطولة الكاس. دروس في الروح الرياضية وأيضا دروس في الإدارة الرياضية. زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي بيصنع كوادر. كابتن محمود الخطيب لما فريق كرة القدم فاز باللقب الأفريقي البطولة التاسعة ما شفناهوش ظهر ولا اتكلم، بالعكس ساب الفرحة للاعبي النادي الأهلي لكرة القدم. بنشوف برضه تتويج النادي الاهلي بالسوبر الافريقي، الكابتن محمود الخطيب ما بيظهرش ولا بيتكلم، دايما مجلس اداره النادي الاهلي بيشتغل ثم يعمل ثم يشتغل علشان نشوف دايما هو ده النتاج وهي دي منظومه النادي الاهلي وهي دي اداره النادي الاهلي، منظومه عمل جماعيه علشان كده في نجاح. وما شاء الله شايفين يعني فرحه واحتفالات كبيره، ويا رب دايما ما يقطعها عاده للنادي الاهلي، نشوف في كل العاب الصالات ونشوف في كره القدم وفي كل العاب النادي الاهلي دايما تكون الفرحه موجوده بشكل مستمر. دي العاب الصالات، نروح بقى لكره القدم، وعايز اتكلم في موضوع مهم جدا. النادي الاهلي والتحضير لمباراه الترجي. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا،
مباراة 19 يوم 19 أمام الترجي، المباراة الأولى في تونس. المباراة الثانية إن شاء الله هتكون يوم 26 هنا في القاهرة. ماتشين صعبين جدا، ماتش الصعود هو الماتش اللي هناك، المباراة الأولى في تونس أمام الترجي التونسي. بنشوف الفترة دي في كلام كتير بيطلع على لاعبي النادي الأهلي، إشاعات كتير بنسمعها عن لاعبي النادي الأهلي. بنسمع الفترة دي أصل عمرو السولية وتجديد عمرو السولية، إعارة عمرو السولية، طردية عمرو السولية. الوضع الثاني ديانج واحتراف ديانج. بنشوف ناصر ماهر، بنشوف كلام عن علي معلول. اشمعنى الفترة دي؟ الفترة دي ليه الكلام كتير والإشاعات كتير عن لاعبي النادي الأهلي؟ النادي الأهلي عنده ماتشين مهمين جدا جدا جدا، محتاج فيه التركيز، محتاج فيه الدعم، محتاج فيه المساندة. كنا احنا نرجع لفترة سنتين قبل كده وشفنا فترة أيام الأهلي والترجي، كان وقتها في ظروف واتلعب على مشاعر الجماهير وتسخين الجمهور، وقتها الجمهور اللي في تونس. النادي الأهلي فهم الدرس، النادي الأهلي بيعي الدرس، النادي الأهلي بيتعلم كويس جدا إزاي إن شاء الله هيحضر للمباراة القادمة من حيث التركيز المعنوي، تحضير اللعيبة بشكل كبير. الفريق الأول إن شاء الله هيبتدي تدريباته يوم الخميس القادم، هيكون في قفل تام على الفرقة، منع الأحاديث الصحفية والتلفزيونية وكل ما شابه ذلك، هيكون في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي. التدريبات هتبتدي يوم الخميس القادم. في الوقت ده اللي احنا بنشوف الإشاعات والكلام الكتير على لاعبي النادي الأهلي، بنشوف الترجي التونسي دلوقتي مع الاتحاد الأفريقي بيحاول يكون في حضور جماهير هناك في المباراة الأولى أمام النادي الأهلي. بنشوف الوداد المغربي في المباراة النهائية اللي هتكون موجودة على ملعبه هناك في المغرب، إزاي بيحضر من دلوقتي علشان يكون في 25,000 موجودين المباراة. وإحنا النهاردة في النادي الأهلي بقول لحضراتكم برضو، كل الإشاعات دي ملهاش أساس من الصحة، كل الإشاعات دي عمرها ما تأثر على لاعبي النادي الأهلي ولا على الجهاز الفني. هيرجعوا من الراحة، الراحة اللي كانت مهمة جدا للاعبي النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. عفوا، راحة كانت مهمة جدا علشان الفترة اللي فاتت كانت مضغوطة، كل 48 ساعة بنشوف لاعبي النادي الأهلي ماتشات ماتشات ماتشات، فكان لازم تفصل علشان الفترة اللي جاية فترة مهمة. زي ما بقول لحضراتكم تاني وتالت ورابع، النادي الأهلي من يوم الخميس اللي جاي هتشوف قفل تام على الفرقة من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ممنوع الأحاديث، في تركيز كبير من لاعبي النادي الأهلي وأيضا من الجهاز الفني علشان إن شاء الله ربنا يوفق لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي. هنروح بقى لقضية مهمة، قضية يعني هي حديث الأشبال والناشئين خلال الفترة دي، هي اختبارات الأندية. دلوقتي في الفترة دي بنشوف الأندية كلها بتعلن عن الاختبارات. الاختبارات ليها هدفين، وأنا بقول لحضراتكم من دلوقتي ليها هدفين. الأول للأندية هو هدف فني وهدف مادي. هدف فني وهدف مادي. هدف فني بمعنى إن الأندية بتروح المحافظات كلها بتسهل على اللاعبين وتسهل على أولياء الأمور علشان تقدر تنتقي لاعبين تقدر تكون موجودة في الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي والمقاولين وكل الأندية اللي موجودة. وهدف مادي، الاستمارة اللي موجودة، الاستمارة اللي موجودة بتاعت الناشئ اللي بيحجزها من على باب النادي أو في المحافظات، ده بتعود على الأندية بالنفع. أنا واحد من الناس لما روحت النادي الأهلي في قطاع الناشئين، كان وقتها الاختبارات في مدينة نصر، اشتريت استمارة ب2 جنيه. دلوقتي الاستمارة وصل سعرها، بنشوف أسعار كبيرة مبالغ فيها شوية، ممكن الاستمارة توصل 50 و60 و70 جنيه و100 جنيه، ده كتير على أولياء الأمور في المحافظات. النهاردة بأناشد الأندية رجاء رفقا بأولياء الأمور، رفقا بأولياء الأمور. النهاردة لو أنت عامل الهدف الفني بتاعك عشان انتقاء لاعبين ويكون عندك قطاع ناشئين قوي عشان تقدر تستغنى عن الأسعار الكبيرة دلوقتي في كرة القدم، لازم تقلل الأسعار شوية علشان تقدر تفتح مساحة كبيرة للاعبين إنها تقدر تختبر ويكون عندك لاعبين مميزين. ده رسالتي للأندية. الرسالة التانية للأندية، بنشوف دلوقتي في الاختبارات إن دلوقتي الدولة بتشدد على الإجراءات الاحترازية علشان كورونا. كورونا بالمناسبة لسه موجودة، ما راحتش، فعلشان كده بقى ناشد الأندية النهاردة الاختبارات لازم نتبع فيها الإجراءات الاحترازية، التباعد النهاردة يكون يعني نقدر يعني يكون في تعقيم
في المحافظات او في الأندية علشان نقدر نفتح مساحة كبيرة للاعبين انها تختبر، يكون في سلام لولي الامر واللاعبين. ده شيء مهم جدا، ده بالنسبة للأندية. بالنسبة للمدربين بقى، النهاردة المدرب اللي قاعد في لجنة الاختبار زي ما بيقولوا كده في الملعب وبتفرج على تقسيمة فيها ولاد خمسة ضد خمسة، النهاردة ايه المطلوب من المدرب ده وهو بيختبر ولد علشان يلعب في النادي؟ المدرب لازم يكون تركيزه 100% مع المجموعة اللاعبين الموجودين. ما ينفعش انا كمدرب النهاردة اكون منشغل بالتليفون بتاعي او ماسك التليفون بتكلم بيه وساب اللعيبة بتلعب وانا عيني مش مركز معاهم. ده من باب الأمانة على المدرب. ما ينفعش يكون مدرب زميلي قاعد جنبي بتكلم معاه وساب اللعيبة بتلعب. دي تفاصيل مهمة، تفاصيل صغيرة لكن مهمة جدا جدا جدا. الإجراءات الاحترازية، سعر الاستمارة يكون رخيص وفي متناول ولي الأمر. الإجراءات الاحترازية مهمة جدا، وكمان أمانة المدرب في اختيار اللاعبين. نروح دلوقتي لرئيس قطاع الناشئين. يعني قطاع الناشئين مهم جدا في الكرة المصرية. قطاع الناشئين بيصدر للفريق الأول عنده لاعبين مميزين وأيضا لمنتخبات مصر. نروح للكابتن محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين بإنبي. تحياتي ليك يا كابتن محمد. كابتن أسامة تحياتي ليك، وبشكرك طبعا على الكلام اللي بتقوله عن نادي إنبي. وطبعا نادي إنبي بيحاول ان هو دايما يبقى داعم للكرة المصرية. كل سنة حضرتك طيب. وحياك طيب. لا طبعا يعني قطاع الناشئين بنادي إنبي ما شاء الله على مر السنين خرج لكل منتخبات مصر لاعبين مميزين، وكمان عنده قاعده كبيره كمان مع الفريق الاول. يا كابتن محمد ربنا يخليك كابتن اسامه. ده صحيح. في البدايه بقى قول لنا، طمنا على قطاع الناشئين في انبي وازاي الاستعداد للموسم الجديد. والله يا كابتن اسامه احنا ان شاء الله يعني احنا ابتدينا اختبارات السنه دي في المحافظات وباجراءات. انا سامع طبعا حضرتك كلام اللي حضرتك بتقوله كلام مهم ويا ريت كل الناس تمشي عليه، لانه فعلا انت ممكن تروح تعمل اختبارات اللي ما كانتش متنظمه تنظيم كويس. لو كسبت لعيب لا قدر الله عديت حد كتير جدا بكورونا، عديت النادي كله اللي عندك. فالموضوع ده فعلا مهم واحنا مهتمين بيه حبتين شويه. انت عارف حضرتك ان نادي ام بيتبع وزاره بترول، فاحنا الموضوع ده بالنسبه لنا بيبقى شديد شويه حبتين في الموضوع الاجراءات الاحترازيه ده. فاحنا ابتدينا فعلا الاختبارات السنه دي مبكرا عن كل سنه، لان انت عارف ان الموسم اللي فات ده كان موسم استثنائي وخلص متاخر، لسه خلصان بقاله 10 ايام او 15 يوم. فتقدر تقول ان احنا لحمنا الموسمين على بعض يعني. فابتدينا السنه دي بالاختبارات واخترنا ان احنا نوصل للمحافظات عشان ما يحصلش تكدس اللي بيحصل كل سنه في الانديه عندنا. سواء النادي الاهلي طبعا تبقى الدنيا مقفوله جدا، عندنا برضو نفس القصه، احنا قريبين شويه من بعض. فالموضوع ده احنا قلنا ان احنا نبتدي نعمل الاختبارات الخارجيه دي عشان نوصل للمحافظات ما يحصلش التكدس اللي بيحصل كل سنه. ده بالنسبه للاختبارات السنه دي اللي احنا بدأناها في بعض المحافظات ولسه قدامنا ان شاء الله لغايه نهايه الشهر ده. ويمكن المره دي احنا عاملينها ممكن يبقى في منطقه لو يكون مثلا محافظه الشرقيه. انا كنت السنين اللي فاتت بروح مره واحده المحافظه وكان بيحصل برضه عدد كبير. المره دي انا اتعمدت ان احنا يبقى حوالي اربع او خمس اماكن في نفس المحافظه. كويس، ده ما شاء الله. ده يعني انت النهارده بتقدر تغطي المحافظه كلها بشكل كبير. بتقول ايه يا كابتن؟ حضرتك كده بتدي مساحه كبيره للمواهب الموجوده في المحافظات ان حضرتك تشوفها بشكل كبير كده يا كابتن محمد. تمام. وزي ما حضرتك يعني هي عشان برضو ما يحصلش تكدس ويبقى في نوع من انواع التركيز الشديد بالنسبه للمدربين، ما يبقاش العدد كبير ان هو مجرد عايز يخلص وقت او ينجز بسرعه. لا، احنا محتاجين قبل ما رايحين نعمل اختبارات اساسها عشان ننتقي عنصر مميز، عنصر مش قادر يجي لي النادي عندي انا اقدر اروح له. طب كابتن محمد، قطاع الناشئين بإنبي راح محافظات ايه بالظبط دلوقتي؟ احنا حاليا رحنا الشرقيه، رحنا بنها، رحنا دمياط، رحنا المنيا. ده حاليا يعني حوالي اربع خمس محافظات، ولسه بقيت محافظات رايحين الغردقه، رايحين بورسعيد، يعني رايحين اسيوط، رايحين تقريبا يعني تقدر تقول 80% من محافظات مصر السنه دي ان شاء الله هنروح. تمام. يا ما شاء الله انت حضرتك رحت الشرقيه، رحت بنها، رحت دمياط، صح كده؟ تمام. طب انا بس المنيا. المنيا كمان صعيد مصر ومليء بالمواهب. تمام. طبعا عايزه مع حضرتك يا كابتن محمد، ومعلش استحمل لي شويه، احنا طبعا داعمين جدا لقطاع الناشئين بإنبي، ودايما انا مؤمن ان إنبي يعني من الانديه المهمه جدا اللي بتصدر منتخبات مصر والفريق الاول عندها وكمان لكل انديه مصر. ك
كان في فيديو انتشر على السوشيال ميديا بخصوص الاختبارات في نادي في 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 بنها، اختبارات انبي في بنها. انا عايز اعرضه يعني نعرضه الاول، وعايز تعليق من حضرتك عنه. احنا ما طيب اتفضل يا كابتن محمد. كابتن مصطفى حضرتك شفته ويجي، مش عارف انا في مكان ما بتحركش بس الصوت مش واضح، يا ريت حضرتك تعيد السؤال تاني. كان في فيديو انتشر لاختبارات نادي انبي في بنها، اكيد حضرتك شفته. تمام. اكيد شفته. عايز تمام. عايز تمام. طب بص يا كابتن اسامه، تحديدا اللي حضرتك بتتكلم عليه الفيديو ده يثبت اللي انا بقوله لك بالفعل، اللي هو ايه؟ ان احنا رحنا واحنا لينا قاعده ان انا فتره الاختبارات لا تقل عن 15 دقيقه، والاخ اللي هو كان قايم هناك بدور ان يعمل كابتن احمد قام بدور رائع جدا، بس العدد زاد جدا عنده. وانا الكابتن طارق ضياء كان رئيس اللجنه في التوقيت ده، لان ما يقدرش يختبر في يوم اكتر من 1000 واحد، والا هيبقى احنا مصداقيتنا راحت. فالناس اللي اشتروا التذاكر قال لهم لا احنا هنجي لكم بكره تاني ان شاء الله، حتى ل 30 واحد بس اللي هم ما كانوش اختبروا، لان الدنيا كانت ابتدت تليل. وده فعلا تم، ورحنا لهم تاني يوم والناس شكروا وقالوا المصداقيه و هو ده بالظبط اللي انا عايز اقول لك عليه. يعني انا ما ينفعش الاقي 2000 واحد وعشان اقول ان انا اختبرتهم عشان دفعوا فلوس، دفعوا تذاكر للراجل اللي هو كان قائم بعمليه التنظيم هناك اللي هو كابتن احمد. انا اختبر ده مش اختبارات، ده كده هيبقى حاجه تانية غير ان انا بختبر لعيب كوره. وانا ممكن ابعت لحضرتك اللينكات للناس اللي كانوا بيشكوا قد ايه شكروا في نادي انبي. لا بالعكس كابتن محمد، انا جايب حضرتك علشان توضح الصوره دي اللي ممكن ما كانتش ظاهره. احنا اللي ظهر ان في سيده بتشتكي ان الاختبارات عايزه ترجع الاستماره ثانيه، فكويس التوضيح ده مهم جدا من حضرتك. الحاجه الثانيه بس اللي لفتت نظري يا كابتن محمد، يعني اتمنى تداركها ما في اختبارات انبي وفي كل الانديه، حته الاجراءات الاحترازيه. يعني انا شايف الناس اللي واقفه في تجمع كبير، مفيش كمامات، يا ريت بس يعني المسؤولين في انبي او الاداريين في كل المحافظات تنزل، نقدر يعني نخلي القاعده دي موجوده في كل الانديه مش في انبي بس. طبعا طبعا. انت معايا في دي يا كابتن محمد صح؟ اللي هي يا كابتن حته الاجراءات الاحترازيه تكون بشكل اكبر شويه. بص خاصه يا كابتن لازم لازم يا كابتن اسامه هرجع تاني اقول لك، صدقني اللي حصل ده انت لو تلاحظ هتلاقيه بره الفيديو، حتى اللي انت بتتكلم عليه ده بره. احنا جوه اللجنه بيبقى تنظيم شديد، تنظيم شديد. اللجنه بتبقى حتى المدربين بيبقوا لابسين الكمامه بتاعتهم، كل الاجراءات الاحترازيه، وده اللي احنا بناكد عليه مع اي حد عايز يجي يعمل معانا اختبارات. بس ممكن بره او الموضوع بيبقى صعب ان انت تسيطر عليه من بره، انت كلجنه رايحه تعمل اختبارات. فاتمنى ان هو كل الانديه، لو كل الانديه التزمت بالموضوع ده يا كابتن اسامه، صدقني هتقل جدا فعاليه كوفيد 19 ده ان شاء الله. واحنا بنتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن محمد. قطاع الناشئين بانبي يعني قطاع ناشئين قوي، دايما بينافس الاهلي والزمالك على كل البطولات، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. لان فعلا سمحت لي ان احنا نوضح على الفيديو اللي منتشر ده، لانه فيديو يعني عارف اللي هو ايه، قال ولا تقربوا الصلاه وما كملش الباقي. انا بشكرك على اللفته دي، وان شاء الله يبقى السنه دي موسم جميل علينا وعلى كل انديه مصر ان شاء الله كابتن اسامه. ان شاء الله. شكرا كابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي. كان توضيح مهم جدا ان الفيديو ده يعني احنا مش هنعرض الصوت فيه يعني، لكن انتشر خلال اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا، فكان توضيح مهم جدا، مهم جدا لكل الانديه اللي هتبدا الاختبارات خلال الفتره اللي جايه، او الانديه اللي بدات لازم يكون عندنا في تجديد على الاجراءات الاحترازيه علشان فيروس كورونا. الحاجه الثانيه بقوا ناشد كل الانديه سعر الاستماره يكون قليل علشان ولي الامر، امانه المدرب في اختيار اللاعبين. الرساله الثانيه المهمه لاولياء الامور، ما ينفعش النهارده اضغط على ابني في الاختبارات. ابن حضرتك ممكن يكون لاعب موهوب في السباحه، في اليد، في السله، في لعبه اخرى مش في كره القدم. فالنهارده خلي ابنك يستمتع باللعبه اللي هو بيحبها. احنا شفنا محمد صلاح بداياته ما ابتداش في الدوري الانجليزي، بالعكس ابتدى صغير في نادي عثماسون في او بيقولوا عليه نادي مقاولين طنطا، ابتدى في نادي صغير، بعد كده تدرج المقاولين العرب، بعد كده احترف. فهو ده التدرج. لو ما وفقش ابن حضرتك انه يلعب في الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، يبتدي في نادي صغير، يبتدي في نادي جنب البيت علشان بعد كده ربنا يكرمه. نروح بقى لفقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع.
سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس مصر للشباب. حرس الحدود يتأهل لنهائي كأس مصر للشباب على حساب الإسماعيلي. المنتخب الأولمبي يحدد 8 مساء موعدا لودية جنوب أفريقيا بالسويس. عايز أقف شوية مع المنتخب الأولمبي والكابتن شوقي غريب اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية، فترة مهمة جدا. كلنا ثقة في المنتخب الأولمبي، كابتن شوقي غريب يضم قائمة إن شاء الله مش هتروح تلعب 3 ماتشات في الأولمبياد، لا بالعكس عندنا قائمة تنافس وتحقق ميدالية. كابتن شوقي غريب زي ما اعتدنا عليه في الكرة المصرية دايما بيحقق نجاحات، قبل كده برونزية كأس العالم مع منتخب الشباب. كابتن شوقي غريب لما كان مساعد مع الكابتن حسن شحاتة برضه كان فيه إنجازات في الكرة المصرية، وأيضا كابتن شوقي غريب ونجاح بطولة 23 وتحقيق كأس البطولة هنا في مصر. لكن الكابتن شوقي غريب، أو قبل ما أروح للصعوبات الهائلة كابتن شوقي غريب خلال الفترة القادمة، ترتيب المباريات هيكون في كأس أو في أولمبياد طوكيو. المنتخب مصر هيفتتح البطولة بمواجهة أمام منتخب أسبانيا، ده هيكون يوم 22. المباراة الثانية يوم 25 أمام الأرجنتين، المباراة الثالثة أمام أستراليا 28. ترتيب المباريات يعني مش في صالح منتخب مصر شوية، إنك أنت تواجه في افتتاح الأولمبياد منتخب زي منتخب أسبانيا هو المنتخب الأقوى. منتخب أسبانيا منتخب مرشح للفوز بالأولمبياد أو بالبطولة. فالنهارده ترتيب المواجهات في صعوبة شوية. نتمنى إن شاء الله البداية تكون قوية، إن مفتاح الصعود هو مباراة منتخب أسبانيا. الحتة الثانية حتة الراحات ما بين الماتشات، أنت هتلاعب أسبانيا 22، 25 أرجنتين، 27 أو 28 هتلاعب منتخب أستراليا. مفيش يعني 48 ساعة بين كل ماتش وماتش، ما عندكش النهارده رفاهية الراحة. قدر الله لعيب اتصاب، لعيب حصل له حاجه، فانت في ضغط في ترتيب المباريات. النهارده منتخب الارجنتين بيستعد برضو للاولمبياد. النهارده من شويه لاعب الدنمارك فاز عليها 2-1 في مباراه قويه، فاز في اللحظات الاخيره. منتخب الارجنتين بيقابل نفس المدارس اللي هيقابلها في الاولمبياد. برضو عنده مباراه وديه امام منتخب السعوديه يوم الجمعه القادمه منتخب الارجنتين. فالنهارده لما لاعب السعوديه زي المدرسه العربيه كانه بيلاعب منتخب مصر، الدنمارك كانه بيلاعب اسبانيا. فالنهارده عندك تنوع. كابتن شوقي غريب هيقابل منتخب جنوب افريقيا يوم الخميس القادم. منتخب جنوب افريقيا منتخب قوي جدا، منتخب يمتاز بالسرعات. لكن كنت احب النهارده كابتن شوقي غريب زي ما احنا لعبنا البرازيل قبل كده في مباراه وديه امريكا اللاتينيه مشابهه شويه للارجنتين، كان يبقى الاستعداد على برضه منتخبات اوروبيه نفس المدارس اللي انت ممكن تواجهها في الاولمبياد. هنقول قائمه المعسكر مع حضراتكم: محمد صبحي، محمود جاد، عمر صلاح، مصطفى شوبير، اسامه جلال، محمد عبد السلام، محمد عبد المنعم، احمد رمضان بكم، محمود الجزار، كريم العراقي، عمار حمدي، احمد ابو الفتوح، كريم فؤاد، وفي الوسط اكرم توفيق واحمد سعيد وناصر ماهر وحسن علي ومحمد صادق ورمضان صبحي واحمد عبد القادر وابراهيم عادل وفوزي الحناوي، وفي الهجوم مصطفى محمد واحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي وفادي فريد. قلت القائمه كلها كالمعتاد، ناقصه لاعب واحد ومش هقوله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا كابتن عمرو الحلواني. اهلا بحضراتكم من جديد. دايما في النادي الاهلي التربيه بتكون غير، والدليل على كده لما بتشوف لعيب بيخرج من النادي الاهلي ممكن ما يوفقش انه يلعب في الفريق الاول، لكن لما بيلعب في انديه اخرى وانت بتتفرج عليه دايما بيكون لافت النظر، لافت النظر في السلوك، في الاداء داخل الملعب، في القوه، في اراده المكسب، دايما عنده المبادئ اللي اتعلمها داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ضيف وضيفكم النهارده واحد ما شاء الله حديث الدوري الممتاز السنه دي، بالرغم انه بيلعب في نادي بقول لحضراتكم ما عندوش امكانيات كبيره، لكن اكيد عنده جماهيريه كبيره، محقق نجاحات كبيره السنه دي، ومعلم مع كل الجماهير، دايما اسمه بيتردد. ما شاء الله السنه دي واحد من نجوم الدوري الممتاز. ضيف وضيفكم النهارده
نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وابن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولاعب اسوان الحالي كابتن عمرو حلواني. مرحب مشرف ومنور يا كابتن عمرو. حبيبي يا كابتن اسامه، شرف ليا ان انا موجود في قناه الاهلي في بيتي، واول مره اجي قناه الاهلي، شرف ليا وانا مبسوط جدا جدا كابتن اسامه. طب تعالى نروح للتقرير ده الاول، نجهزه فريق الاعداد عنك ونرجع نبتدي الحكام الاول. اتفضل يا كابتن. اتفضل. قدم عمرو الحلواني الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان وابن الأهلي السابق درساً لا ينسى في القدرة على العطاء والإخلاص للساحرة المستديرة. الحلواني رغم وصوله ل 36 ربيعة لكنه لا يزال يخطف الأضواء، وهو أحد نجوم مسابقة الدوري المصري في نسختها الحالية. ولد عمرو الحلواني في 15 من مارس عام 1985 بالمنوفية، ظهرت موهبته مبكرة وظل يطارد حلمه حتى التحق بالأهلي. اختاره الراحل العظيم صفوة عبد الحليم من وسط 25,000 متقدم لقطاع الناشئين، أشاد به ميم الشربيني الذي كان يترأس القطاع وقتها وأثنى عليه علاء ميهوب، والتقطته عيون الداهية البرتغالي مانويل جوزي، وتم تصعيده للفريق الأول. حظه العثر وضعه في وقت الجيل التاريخي للأهلي، فكانت مشاركته في كأس العالم للشباب في 2005 هي بوابة العبور للاحتراف الأوروبي عبر الدوري اليوناني للحصول على فرصة المشاركة كأساسي. في 2010 عاد إلى إمبي ومنه إلى حرس الحدود، ثم قيادة فريق تماسيح النيل في مسابقة الدوري حاليا، ونجح في التأهل لنصف نهائي مسابقة كأس مصر، وكان صاحب ضربة الجزاء الحاسمة. عمرو الحلواني عاشق الأهلي وقائد تماسيح النيل في برنامج الأشبال. منورة كابتن عمرو في بيتك هنا في قناة الأهلي. ما شاء الله السنة دي كابتن عمرو الحلواني يعني حديث الدوري الممتاز بأداء رائع بأسيستات ممتازة مع فريق أسوان. الحمد لله كابتن أسامة. طبعا السنة دي كانت سنة يعني صعبة جدا، بتلعب في نادي جماهيري، ناس محترمين، جمهور أسوان نادي يعني جمهور كويس جدا، أنا بحبه وبعشقه. نادي أسوان أوكي قليل ماديا بس كبير معنويا، كبير في الجماهير. رحت قلت اخد التجربه مع نادي اسوان، الحمد لله كان في توفيق كبير جدا، الحمد لله محالفني وربنا وفقني في اسوان، ودايما كان بيقول اي حد بيروح يلعب في اسوان بيبقى وشه حلو عليه، فالحمد لله يعني وشه حلو عليا بصراحه نادي اسوان. ما شاء الله عمرو الحلواني كان ليه لقطه حلوه جدا، لقطه ما كانش حد فاهمها في الاول. تمام. بعد هدف احراز عمرو الحلواني راح في طفل كان بره الملعب، وهتكون معانا اللقطه دي يا كابتن عمرو. ايه قصه اللقطه دي؟ اللقطه دي الولد ده صغير، ده اللي بيلم الكور في الملعب، حوالين الملعب. فجي انا الوحيد والله كابتن اسامه، جه لقيته بيقول لي باللفظ كده، كابتن انت لو جبت جون النهارده هتجي لي؟ قلت له هجي لك والله العظيم. قال لي هتيجي تشيلني يعني تجبر بخاطر؟ قلت له والله العظيم لو جبت جون لاجي لك. الحمد لله ربنا كرمني وجبت جون. حتى كابتن اسامه لو انت جبت اللقطه بتاعت الجون هتلاقي بقول الولد الصغير فين، الولد الصغير فين. فممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى خلاني اجيب جون عشان الولد ده، عشان اكبر بخاطر الولد ده. فالحمد لله انا كمان كنت مبسوط جدا يعني اللي انا جبت جون عشان الولد ده، ومبسوط جدا الولد طلع بعد الماتش كان فرحان جدا، اللي هو يعني اتشيلته والناس كلها اتكلمت عليه، فكله الى جبر خاطر كابتن اسامه. فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. جبر خاطر ده حاجه، وفي حاجه كمان كابتن اسامه، يعني اي حد في الملعب هيقول لي نفس الكلمه هعملها، حتى لو غلط هعملها تاني وتالت ورابع، يعني الا جبر خاطر كابتن اسامه. بس هو عشان الولد ده كان ليه ظروف خاصه، كان عنده السكر كده، ولد صغير، فربنا يشفيه يا رب. وهو ولد جميل جدا وبيحب اسوان، وهو من اسوان وبحب اسوان، وانا يعني بحب الشعب ده، والولد ده ربنا كريم ان شاء الله باذن الله. فريق اسوان من الانديه الكبيره جدا، ما شاء الله عندكم كمان مجلس اداره، مجلس اداره على اعلى مستوى، ناس محترمين. طبعا كل الناس بصراحه ناس محترمه جدا، وكمان الشعب شعب جميل قوي يا كابتن اسامه. يعني احنا رحنا هناك لعبنا 3 ماتشات، والله يا كابتن اسامه عايز اقول لك يعني ناس محترمه، بيحبوا البلد وبيحبوا الناس وبيحبوا لعيبه الكوره. يعني في التمرين بتلاقي بال1000 وال2000 بييجوا يتفرجوا علينا. لما كسبنا ماتش انبي كابتن اسامه من الاستاد لغايه الاوتيل، جمهور ماشي ورانا، تحس ان انت
يعني في 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 نادي وراك، في في جمهور وراك بيحبك يعني. فلا بصراحه من الناس اللي حتى محترمين بيقابلوك بمقابله كويسه من المطار لغايه الاوتيل، لا ناس محترمين جدا وانا بحبهم بصراحه. اكيد هنتكلم عن تجربه اسوان باستفاضه، ما شاء الله تجربه فيها نجاحات زي تجربه انبي زي الاحتراف، لكن عايزين نبتدي بقى الحكايه من الاول. عمرو الحلواني من ناشئين النادي الاهلي طبعا. الحكايه جت منين ورحت ازاي النادي الاهلي؟ رحت زي اي حد كنت بلعب في الشارع خالص يا كابتن اسامه. رحت لقيت اختبارات مكتوب في الجراد، اختبارات النادي الاهلي. والدي الله يرحمه قال لي اوديك، قلت له طبعا انا حلمي ان انا العب في النادي الاهلي. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 10 سنين. رحت اختبارات، رحت لقيت 25، رحت جبت تذكره بتاعت اختبارات كانت ب 5 جنيه. انا كنت سامعك في اللي بتقول كانت ب 5 جنيه. خدتها ودخلت الاختبار، كان يوم 25/5 كويس. انا فاكر كان يوم سبت 25/5/95. فدخلت اختبارات لقيت 25000 واحد، والدنيا مقلوبه وزحمه واللي اعداد كبيره، اعداد كبيره جدا بقى، والناس اللي لابسه بقى جزم وتيشيرتات الاهلي. وانا كنت رايح طفل صغير خالص لابس جزمه عاديه خالص ولابس شورت وفانلين عاديين خالص. حتى لما دخلت ما كانش ليا اصحاب ولا اي حاجه طبعا، كلهم ما اعرفش حد خالص. ودايما كان في جروبات بقى اللي هو كل واحد رايح مثلا بصاحبه اختبارات. انا لوحدي، كنت كل ما اجي اقف في الصف كانوا يقولوا لا انت ورا انت ورا. انا ما معيش حد صاحب لغايه ما وقفت في الاخر خالص والله العظيم يا كابتن. فلغايه لما جه عليا الدور قسمونا 5 ضد 5. ساعتها كان بيتفرج علينا كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه، وكابتن شربيني كان بيتفرج عليا. فخمس دقايق بالظبط لقيت كابتن صفوت بيندهلي بيقول لي تعالى انت. قلت له انا، قلت له مش مصدق طبعا. قال لي انت بتلعب في النادي؟ قلت له لا والله انا بلعب في الشارع. فضحك كده قال لي بجد؟ قلت له والله العظيم بلعب في الشارع. مش عارف انت منين؟ قلت له من الحته الفلانيه. قال لي طب تمام كمل لعب. كملت لعب كمان 5 دقايق فخلصت، لقيته نادالي. قام قال لي بص، عارف عم رجب العامل هناك ده؟ انا حتى فاكر اسم عم رجب يعني. قلت له، قال لي هناك ما شاء الله فاكر كل فاكر كل حاجه 25/5 يوم سبت كل طبعًا حاجه طبعا ده النادي الاهلي اوس يعني. فقال لي عارف عم رجب هناك؟ قلت له، قال لي روح هناك امضي استمارات. قلت له خلاص ماشي. رحت مضيت استمارات وكل حاجه. قال لي بقى كان يوم سبت، قال لي خلي والدك يجي يوم الاثنين. طبعا كنت مش مصدق طبعا، فرحان مش مصدق خالص يعني يا كابتن اسامه. بابايا كلمته، بابايا جه يوم الاثنين النادي الاهلي الجزيره. كان مين موجود هناك؟ كان عم جمعه اللي موجود هناك الله يرحمه. وكان ساعتها في تمرين طبعا الاول ده كان ساعتها بالفريق الاول بيتمرن. طبعا كان عندي 10 سنين طبعا. انا كان حلم حياتي اصلا يعني اتفرج على النادي الاهلي. ودايما وانا كنت صغير كنت لما الاهلي بيكسب كنت في الشارع بعد ما الاهلي يكسب اطلع العب باسم النادي الاهلي وانا صغير. قبل ما اروح اختبارات النادي الاهلي وكل حاجه. قبل ما تروح النادي الاهلي خالص وانتوا بتقسموا انتوا ولاد صغيرين. والله العظيم والله العظيم دايما انت فريق انا فريق النادي الاهلي وباسم ياسر ريان عشان كنت بعشق ياسر ريان جدا. وكان ابويا الله يرحمه كان بيجيب لي تيشيرتات حمراء بس. تيشيرتات حمراء بس عشان البسها عشان هو عارف انا بحب النادي الاهلي. عيله كلها اهلاويه كلها طبعا طبعا يعني. وبتفرج على ماتشات الاهلي كلها حتى لو كان عندي دروس وانا صغير عندي كل حاجه. بس ساعتها كنت صغير بقى عندي 10 سنين. مضيت استمارات وبدات بقى. رحت كابتن علاء ميهوب كان هو اول مدير فني يمسكني في البراعم يعني. فابتدينا اول سنه مع الكابتن علاء ميهوب وعملنا معاه ماتشات كويسه بقى صغير اللي هو اساسيات الكوره. بيعلمك ازاي اساسيات الكوره، بيعلمك ازاي تبقى عندك الهدف بتاعك. ده الهدف ده في الجونه ماتش كاس مصر في الجونه ده كان في الدقيقه 88 كان نص دقيقتين والماتش يخلص. ما شاء الله انت مميز في كرات السله. لسه هتكلم في الصفاده في كل التفاصيل دي. كابتن علاء ميهوب بعد كابتن علاء ميهوب هو اللي كان اول مدرب اكتشفنا طبعا. طبعا كابتن علاء برضو من الناس اللي هو انا كنت بحبه جدا وانا صغير. وكان ابويا الله يرحمه كان بيعشق حاجه اسمها علاء ميهوب. انا ما اتفرجتش على كابتن علاء ميهوب خالص وانا صغير خالص. بس كان بابايا بقى كان بيقول لي ده كان حاجه يعني حاجه جميله جدا في نص الملعب، لعيب كبير جدا. فانا كنت بحب كابتن علاء ميهوب. فكان بيعلمنا اساسيات الكوره بقى واحنا صغيرين عند 10 سنين. بيعلمك ازاي تروح نادي الاهلي، ازاي تبقى وانت صغير عايز تكسب، ازاي وانت صغير تزعل لو خسرت تقسيمه. اول سنه عدت برده كان مدير التنشين كابتن ميمي شربيني طبعا، الراجل اللي انا يعني بحبه جدا برده يعني في الكوره حلو قوي. وهو اللي جابك اسامه هو اللي جاب جيت انا حسام غالي. واحنا معانا الصوره دي يعني قول لنا بقى ابرز الموجودين البدري. ابرز الموجودين فيها قول لنا كابتن حسام طبعا اللي جنب كابتن حسام ده اسمه احمد ايوب واللي جنب احمد ايوب بص هنا محمد حسن انا الصغير ده اللي تحتي انت من تحت على اليمين ده موكشا دلوقتي بيلعب في شيرات الدخان وكان بيلعب في الحرس علاء كمال اللي لاعب في المقاولين والزمالك وده واحد اسمه دابو برده دلوقتي بطل من زمان وحازم حسن برده بطل من زمان. كابتن حسام كنتوا كام سنه في الوقت ده؟ كنا 11 سنه 11 سنه في البراعم دي ساعتها كابتن حسام هو اللي ماسكنا وكان ساعتها مستر كروفر هو اللي كان مسؤول عننا هو كابتن محمد وهبه وكابتن بدر رجب وكابتن حسام البدري كان هم المسؤول عن البراعم كلها يعني.
اول مدرب مسكه كان كابتن حسام بدري، كابتن علاء ميهوب. علاء ميهوب هو اللي كان تولى طبعا، وكابتن ضياء السيد. الاثنين دول. طب الصوره الثانيه دي بقى، الصوره دي كان عندنا صور وذكريات حلوه قوي. هنرجعك بقى للايام الحلوه بتاعت النادي الاهلي. الصوره دي اوسي كانت كنا في الاستراحه صح، النادي الاهلي طبعا. ده كان وزير الشباب والرياضه وكابتن حسن حمدي كان جاي يزور الاستراحه عشان كان الاستراحه كانت معموله على اعلى مستوى. كان جاي يشوف حاجه جديده، كان ساعتها كابتن محمد رمضان عامل الاستراحه على اعلى مستوى، حاجه ده بمناسبه ان النادي الاهلي كان اول نادي يفتتح استراحه للناشئين في مصر، وكانت معموله وكان وزير الشباب والرياضه وكابتن حسن حمدي طبعا واللواء سفير نور واستاذ هشام سعيد، مهندس هشام سعيد، جايين يشوفوا النادي الاهلي ازاي بيهتم بقطاع الناشئين بالاستراحه. لا وكان كانت معموله على اعلى مستوى. انت حضرتك كنت عارف عشان حضرتك كنت معايا في الاستراحه، فحضرتك كنت قد ايه الاستراحه كانت على اعلى مستوى، كانك فندق خمس نجوم. وشوف قد ايه النادي الاهلي كان بيفكر في سنين كتيره من زمان قوي، كان اكتر نادي بيفكر لسنين كتيره اللي هو قد ايه يهتم باولاده ويهتم باولاد المغتربين، وازاي يعمل لهم تغذيه كويس، وازاي يبنوا صح من وهو صغير وتروح مدرسه على حساب النادي الاهلي. كان قدامكم كاس ودروس. ده كان كاس النادي الاهلي، كانت ساعتها واخدين بطوله في الناشئين، كان جبنا الكاس قدام عشان نصور، ودي كانت في الاستراحه. قولنا الاسماء بقى، ابرز الاسماء اللي ده موجوده. ده الاستاذ فتحي كشك، ده كان على ده محمد شعلان اللي هو على الشمال كده، ده كريم الله يرحمه كان بيلعب مواليد 89 الله يرحمه، كريم فايد، ده احمد مجدي، ده احمد مجدي، ده احمد مجدي كان احمد مجدي اللي كان معانا في الناشئين طبعا، الجيل بتاعه كان الاول في الاهلي، في الاهلي طبعا، واحترف في اليونان وبعد كده رجع الزمالك. وانا اللي جنب احمد مجدي في النص هنا، كنت صغير قوي. عبد الله جلال، عبد الله جلال، وده احمد ياسين تقريبا، احمد ياسين، وده فيليكس، وده محمود رجب، وكابتن طبعا حسن حمدي طبعا، والوزير، وكابتن هشام سعيد، وتقريبا ده محمد شعلان او اللي هو سفير بالظبط. صور جميله طبعا وتحمل ذكريات جميله طبعًا. وانت فاكر كده حلواني ما شاء الله، فاكر 25/5 ويوم سبت اول مباراه ليك كانت داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي رسميه بقى، كانت مباراه تفتكر وانا صغير؟ كانت بطوله بنلعبها واحنا كان عندنا 11 سنه، كانت النادي الاهلي كان بيعمل في الـ في الـ في الـ في الصيف يا اسامه بطوله صيفيه كده في البطوله في النادي الاهلي، ساعتها كانت مستر الخواجه هو اللي كان مسؤول عننا، الخواجه اللي هو كان مسؤول عننا اللي هو كان هولندا كروفر عامل لنا دوره كده معينه في الصيف اللي هي بتجيب اهلي زمالك الصيد دوره مجمعه كده، دي كانت اول بطوله العبها مع النادي الاهلي. الحمد لله البطوله دي خدت فيها الهداف وخدت فيها احسن لعيب الحمد لله، يعني كنت مميز، كنت مميز الحمد لله، يعني كان من اهم البطولات، كنت صغير جدا عندي 11 سنه، كانت دي البطوله اللي يعني خلت الناس وانا صغير حتى في الاعضاء بتوع النادي الاهلي او النادي الاهلي او بتاع اللي هو يقول لك ده في ولد صغير اسمه عمرو حلواني هيبقى ان شاء الله حاجه كويسه في النادي الاهلي، يعني ده كان اول لقاء لي. عايز اعرف بقى منك اول مكافاه، لكن هعرفها ولكن بعد الفاصل. ماشي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عمرو، وانا بتفرج دلوقتي على اهدافك ما شاء الله، عمرو الحلواني مميز في الكرات الثابته، مين اللي علمها لك؟ اكيد علمتها في الناشئين دي طبعا، يعني كان كل المدربين وانا صغير كانت دي موهبه كابتن اسامه، بس كان في مدربين كتير بتمنيها عندي، يعني كابتن بدر رجب دايما كان بيلعب معايا الفاولات، زودها لك، كابتن مجدي طلبه كان دايما بيلعب معايا الفاولات، كان انا هو نخش تنافس مع بعض على طول، كابتن علاء ميهوب ساعات كان بيجي يلعب معايا فاولات، كنا بنلعب على حاجه عشان يبقى الموضوع سخن وكده، فهم بصراحه هم صغيرين كانوا شايفين ان انا الكور ثابته كنت بعملها كويس، فطول الوقت كانوا بيعلموني، وحتى كابتن مجدي طلبه كان ساعات برضو بيعلمني ازاي اوقف الكوره بطريقه معينه والاتجاه بتاعك بطريقه معينه ويخليك تجرب كذا تكنيك معين، كابتن بدر رجب برضو كان بيخليني برضو تكنيك معين، كابتن علاء ميهوب، لا في مدربين كتير جدا بصراحه علموني الحاجات دي كلها. يعني الاجاده اللي احنا بنشوفها في الكرات الثابته من عمرو حلواني في الدوري الممتاز دلوقتي هي اصلها ترجع للنادي الاهلي وانت صغير. مليون في المية، مليون في المية، يعني بعد الراس على كل انا فيه التربيه اللي انا اتربيتها في النادي الاهلي يا كابتن اسامه، ازاي تبقى لعيب محترف، ازاي تبقى لعيب ملتزم، ازاي تبقى قلبك على النادي اللي انت تلعب فيه، ازاي تبقى مش عايز تخسر عايز تكسب، ده جاي نتيجه اللي انا كنت في الناشئين النادي الاهلي متعود على كده ومربينا على كده. في حواري معاك كل كلامك بتقول دايما واحنا في النادي الاهلي. طبعا. وانا في النادي الاهلي طبعا، الذكريات الحلوه في النادي الاهلي. اي لعيب بيفكر يسيب النادي الاهلي، رساله عمرو الحلواني اللي اتربى في النادي الاهلي وما شاء الله حقق نجاحات كبيره في انديه ثانيه، مين يفكر يسيب النادي الاهلي يا كابتن اسامه؟ مستحيل، النادي الاهلي احسن لعيب، احسن نادي في افريقيا، واحسن نادي في مصر، يعني انا شايف ان هو احسن نادي كمان في العالم، من احسن خمس انديه في العالم لو جيت حسبت بالبطولات. لا بالعكس، النادي الاهلي ده بيكبر اي حد كابتن اسامه، وشرف لاي حد، يعني زمان كانت مقوله يقول لك
اي حد هيمشي جنب النادي الاهلي هيبقى مشهور. شرف لاي حد يلعب النادي الاهلي ويمسك تيشيرت النادي الاهلي ويبطل في النادي الاهلي ويمسك حاجه في النادي الاهلي، شرف لاي حد. لا طبعا مين اللي يلعب في النادي الاهلي وعايز يمشي؟ مستحيل يعني. تمام. كنت بسالك قبل الفاصل، اول مكافاه لعمرو الحلواني كانت كام؟ كانت 50 جنيه 50 جنيه 50 جنيه قطع ناشئين قطع ناشئين، وكانت رقم يعني كان برضو زمان بصراحه يعني كان النادي الاهلي كان بيهتم بالناشئين بطريقه غير طبيعيه يا كابتن اسامه. كان احسن لبس بناخده، احسن اكل بناكله، المدارس بتاعتنا كانت بتبقى على اعلى مستوى. لا بحس ان انت لعيب مميز، انت مش في اي نادي وخلاص، انت في نادي كبير قوي في نادي بتتعلم الاساسيات صح يعني. فلا فكان 50 جنيه على فكره يا كابتن كان رقم كبير جدا يعني، كنت باخد الرقم مش عارف اعمل بيه ايه، 50 كتير قوي يعني. طب قول لنا الصوره دي بقى. الصوره دي دي كنا واخدين بطوله مع كابتن زيزو، كان عندنا 19 سنه. كنا واخدين بطوله كان النادي الاهلي عاملها، كابتن زيزو كان عاملها النادي الاهلي، كان فيها اهلي وزمالك واسماعيلي والصيد. دي كانت بطوله كنا واخدينها، كانت معموله في النادي الاهلي مدينه نصر. وكنا احنا خدنا الرقم المركز الاول طبعا. فكابتن زيزو كان هو المدير الفني، كان معنا بقى احمد شديد وحاتم ومحمد محمود ومنضو حجازي وهيثم واسلام ومحمد السيد. شديد ده كان من جيلكم برضه؟ كان من جيلنا. احمد شديد جالنا وهو عنده 18 سنه، جالنا من المنيا. فاحنا اللي استقبلناه يعني، وعبدالله جلال واحمد جلال برضه كان بيلعب فريق اول معانا ما طلع، وانا رقم 23 وكابتن زيزو وكابتن محمد ابو العيله وكابتن احمد فوزي الاداري. ما شاء الله فاكر كل الاسماء. طبعا حلوية. طبعا 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 اللعيبه دي كلها كانت لعيبه مميزه جدا، بس ما حصلهاش نصيب اللي هي تكمل يعني. الذكريات الحلوه اللي ما تنساهاش في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وانت قعدت كام سنه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله. في الاستراحه وانت عندك 10 سنين. 10 سنين ل 20 سنه. 10 سنين بعد كده احترفت. طب قول لنا الذكريات الحلوه بقى. في ذكريات كتير قوي، في ذكريات كتير يعني. كان من المواقف الحلوه قوي اللي كنت انا وانت كابتن اسامه وكابتن حسام غالي وحماده لوزه، كنا الساعه 1 بنروح نلعب خماسي بالليل من غير ما حد يعرف في الاستراحه. كان في مواقف كتير جدا ممتعه. وكان في حاجه جميله قوي كابتن اسامه حتى واحنا في الاستراحه. طبعا انت يعني الاجيال مختلفه، بس كان كله بيحبوا بعض. كان كله خايف على بعض. انا كنت اجي اتفرج على عليكم ماتشاتكم، وانت كنت تيجي تتفرج على ماتشاتنا. فكان كل الناس كانت بتبث الروح النادي الاهلي في الموجوده في الاستراحه والحاجات دي. كان مواقف جميله جدا. وكله كان مبني اللي كلنا هدفنا واحد بس، اللي احنا نطلع فريق اول. ده كان كل هدف كل لعيب في النادي الاهلي جاي عايز يطلع فريق اول ويمثل النادي الاهلي. ما قلتليش برضو الذكريات الحلوه ايه؟ ذكرياتك ايه مع كابتن بدر؟ كابتن بدر ده راجل يعني دمه خفيف قوي يعني جدا يعني. كان بيقعد يتريق على لعيب كان بيقعد يتريق على لعيب وكان مسمي لعيب كده اسماء معينه. وكان دمه خفيف وكان بيقعد يرغينا على طول على حاجات كتيره. اب ليكم طبعا. لا كابتن بدر رجب كمان مدرب يعني من الناس اللي هو يعني بيبص لقدام قوي يا كابتن اسامه يعني. ممكن يبص كده من تقسيم الحاجه يقول لك الولد ده هيبقى لعيب جامد جدا، الولد ده هيكمل، الولد ده مش هيكمل. لا وكان بيراهن المدربين. كان بيراهن المدربين يقول لك ده هيكمل ده مش هيكمل. عنده كتير يا كابتن عمرو. لا هو عينه حلوه جدا، خبير. هو دلوقتي كابتن بدر رجب ده من الناس اللي هو الخبير يعني. على فكره كابتن بدر رجب مطلع حوالي اكتر من 30 40 لعيب لغايه دلوقتي في الدوري الممتاز. بس يعني متنقلين مع النادي الاهلي يعني. بيلعبوا في انديه الدوري الممتاز كلها. طب قول الو كده. الو 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 كابتن بدر حبيبي. كابتن بدر عالمي عمور، وحشنا يا كابتن بدر والله العظيم. ازيك يا حبيب قلبي؟ عامل ايه؟ وحشني حبيبي يا كابتن والله. تحياتي ليك يا كابتن بدر، وتحياتي لكابتن عمرو حلواني ابنك من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن اسامه يا حبيبي اخبارك؟ طمني عليك. كله زي الفل يا كابتن بدر، وحشنا كتير. وحشني يا اسامه، وحشني وحشني كتير. قول لي بقى يعني دلوقتي ما شاء الله عمرو الحلواني يعني ابنك نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله متالق في كل الانديه اللي شارك فيها كابتن بدر. يا كابتن اسامه عايز اقول لك على حاجه. عمرو الحلواني ده من اللعيبه الموهوبه، من ولاد البكر في ده شرف ليا يا كابتن بدر والله. الاهلي وعمر من اللعيبه المؤدبه والمحترمه والخلوقه الى ابعد الحدود، واللي اكتر بقى من كده في الكوره ان هو عارف هو عايز ايه. طبعا يعني من صغره كان قاعد في الاستراحه وبيتمرن زي الماتشات بالظبط يعني. انت بتشوف عمرو الحيواني في الماتشات عنده حماس وعنده روح، عنده روح النادي الاهلي يعني اللي اتربى عليها من صغره. بالتالي نقلها لكل الانديه اللي راح فيها. وان كان عمرو يتفوق انه لعيب موهوب، عنده فكر ذو فكر عالي جدا، فنيات عاليه جدا، مهاريا على اعلى مستوى، يمتلك قدم زي قدم كده روبرتو كارلوس بالظبط. يعني لو قلنا عمرو الحلواني نقول روبرتو كارلوس، بس ما سبتش الاسم ده عشان عمرو كان احلى شويه من روبرتو كارلوس. طب ما طلعتش عليه اسم ليه يا كابتن بدر في الناشئين؟
زي ما طلعت على تريزيجيه وطلعت على غيرهم، اشمعنى عمرو حيوان اللي عدى منك؟ انا ناشئ، كنت لسه ناشئ بقى في التدريب، فلسه اخش قصه الاسماء دي ما كانتش لسه في بالي. بس بعد بقى ما ابتديت اتعمق في التدريب وابقى يعني احاول افعل في التدريب شويه، ابتديت اطلع اسماء الاولاد دول اللي هم مدرسه الكوره وبتاع الناشئين. كان عمرو بقى كبر بقى طلع الايه القطاع فوق بقى يلعب بقى 16 و17 و18، لكن عمرو صور معانا يا كابتن اسامه في الفيديوهات اللي عملناها مع مستر كوفر العالمي. صح حقيقي. والشرايط دي دلوقتي بتتدرس في العالم كله، فيها عمرو الحلواني وفيها مجدي جدوه وفيها احمد مجدي وفيها وشريف اشرف اللي هم الجيل اللي هم مؤمن زكريا 86. طبعا اكيد فيديوهات كانت مهمه جدا وكانت رؤيه مهمه جدا من كورفر والكابتن بدر رجب وقتها. وللامانه يعني الولاد دول يا كابتن اسامه احنا كان عندنا طفره، كان عندنا اعداد بزياده جدا في اللعيبه الموهوبين، لان كان الانتقاء كويس قوي. وقبل بقى بعد ما تنتقي مش دي القصه، القصه ان انت بتنتقي لعيب موهوب، لو ما كانش التدريبات اللي موجوده حديثه تواكب هذا اللاعب فبالتالي هيبقى مستواه هيقل. بالعكس انت جايب لعيب موهوب انتقاء كويس قوي وعامل له برنامج كويس قوي تدريبي، بالتالي الاثنين اللي اتقابلوا في نقطه واحده بقى عندنا لعيبه تحترف في اوروبا، منهم عمرو الحلواني احترف في اوروبا. عمرو الحلواني حقيقي احترف في اوروبا، من اولاده احترف في اوروبا. دايما انا بقول يا كابتن بدر، دايما انا بقول ابناء الاهلي ونتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي غير. ده اكيد يا كابتن وسام بايدك 100%. احنا بنتربى في النادي الاهلي او بنربي لعيبتنا في النادي الاهلي. يعني ايه بطوله؟ مفيش حاجه اسمها ولد صغير بيلعب للهوايه، لا انت من صغرك محترف، بدليل ان عمرو الحلواني وهو عنده 10 سنين كان موجود في الاستراحه بتاعت النادي الاهلي، بالتالي انت من الناحيه التعليميه من ان يبقى موجود في الاستراحه معاك، التدريبات صبح وبعد الظهر، جايب خبير عالمي كان مستر كوربر الله يرحمه، مدربين من النادي الاهلي بيزرعوا في اللعيبه قد ايه قيمه النادي الاهلي وقيمه الحمله اللي انت بتلعب لها، وده موجود عند عمرو والولاد التانيين. عمرو عدو الهزيمه حقيقي، يعني اذا اتغلب انا متاكد انه بيروح ما بينامش ايا كان هو بيلعب فين، لان هو اتربى على كده، بالتالي فبيطلع اقصى ما عنده من في المباريات من فنيات ومهريات وشغل بدني على مستوى. وبعدين عمرو بقى كابتن تلميذ يا كابتن اسامه، عمرو لعيب تكتيكي بيلعب في اي حته، نص يعني عمرو لو حطيته في حرب يلعب الحته اللي قدام، لو حطيته نص ملعب يلعب، لو حطيته باك يلعب، لو حطيته شريط باك يلعب، لو حطيته جول يلعب. تمام حبيبك انا عجبتني الجمله، شرف. اتفضل يا كابتن. ان انا مرنت عمرو الحلواني ده شرف ليا والله يا كابتن بدر. انا عجبتني يعني الجمله قوي يا كابتن بدر اللي حضرتك قلتها، انه كان عدو للهزيمه. حلو قوي الجمله دي. بيتربوا على كده يا كابتن اسامه، ما هو ابنك على ما تربيه. يعني ولادنا احنا بنربيهم ان ليه حد يكسبك هو احسن منك في ايه؟ صح. النادي الاهلي نادي كبير جدا واعظم نادي في افريقيا ويضاهي كل الانديه الاوروبيه، عامل لك كل حاجه، ملاعب على اعلى مستوى، مدربين على اعلى مستوى، استراحه على اعلى مستوى، نظام تعليمي على اعلى مستوى، نظام تدريبي على اعلى مستوى، مين احسن منك؟ يكسبك ليه؟ كره فيها مكسب وخساره، لكن المركز الثاني بالنسبه لنا ده خساره كبيره جدا. وده دايما حقيقه، وده دايما اللي بيتربى عليه الناشئ داخل النادي الاهلي. بحييك تحيه كبيره يا كابتن بدر، ما شاء الله اسمك وسيرتك دايما موجوده هنا في برنامج الاشبال، فعدد اللاعبين اللي طلعهم الكابتن بدر رجب. هنعمل معاك حلقه امتى قول لي؟ ان شاء الله المنزل يا كابتن اسامه، ده بيتي ومطرحي، اول واحد هاجي لك انت ان شاء الله، كان لي عمر كنت من اهل الدنيا. ان شاء الله تيجي بالسلامه كابتن بدر. كابتن بدر رجب يعني بشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه جدا من واحد اللي علمه الكابتن عمرو حلواني كرة في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن عمرو عايز اتكلم بقى معاك عن تجربتك وبدايه صعودك للفريق الاول، لكن هنتكلم فيها ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار مع ضيفي ابن النادي الاهلي السابق ولاعب نادي اسوان الحالي ما شاء الله المتالق الكابتن عمرو حلواني. دلوقتي تفاعلوا معانا وابعتوا لنا على هاشتاج هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي، وجه رسالتك لعمرو الحلواني ابن الاهلي في تالقه في الموسم الاخير. بعد تالقه في الموسم الاخير ما شاء الله عندنا تفاعل كبير جدا من كل الجماهير علشان عمرو حلواني او كابتن عمرو حلواني موجود معانا. هنقول كل رسائل حضراتكم دلوقتي على الهواء مباشره. كابتن عمرو كنت بكلمك عن اول مباراه ليك مع الفريق الاول في النادي الاهلي.
فاكر الذكريات؟ طبعا. مين اللي بلغك؟ اول لما هحكي لك الاول انا طلعت ازاي. اول تمرين لعبت اول لما مستر مارو جوزيه لعبت كنت جاي من منتخب الشباب مع دكتور محمد علي الله يرحمه. وبعد كده كنت انا متصعد مع الفريق ل 20 سنه. وكنا هنلعب ماتش ساعتها كان مستر مارو جوزيه جه في الفتره اللي هي بتاعه 2004. كان ساعتها النادي الاهلي ما كانش كان لسه بيبني فريق وكده. وكان ساعتها في توقف دوري حوالي شهر. كان بطوله بتاع كابتن محسن صالح في تونس. فكان في توقف دوري. فكابتن مستر مارو جوزيه قال انا عايز اتفرج على الناشئين عشان يشوف فتره التوقف بتاعته هياخد مين معاه الفتره الجايه وكده. فكان عندنا ماتشات. كنت جاي من المنتخب. كنت مصعد انا قبل يعني كان عندي ساعتها 18 سنه ومصعد من 20. كان عندنا ماتش ودي مع فرقه اسمها الكونغو في التيتش. يعني مستر مارو جوزيه قال للعيبه الفرقه ال 20 سنه مش هتلعب في مدينه نصر. ان مدينه نصر التيتش عشان هو اتفرج عليه وبمتابعهم. كان بالصدفه انا لعبت بالصدفه. كان قبلها بيوم كان عماد النمر هو اللي بيلعب باك ليفت. كان كابتن فتحي مبروك هو المدير الفني. فتقريبا مش عارف حصل حاجه كده في الفاولات وكده. فكابتن شدوا مع بعض شده خفيفه كده. فكابتن فتحي قال له لا انت مش هتلعب بكره بسبب الشده دي. فكنت انا بقى في الفرقه الثانيه. فكابتن فتحي مبروك نادالي قال لي يا عمرو هتلعب باك ليفت؟ لا طبعا يا كابتن العب باك ليفت. قول مشكله انا عايز امسك. كنت بتلعب ايه قبلها؟ كنت بلعب هاف ليفت. قدام في الحته رقم 10 هاف رايت. فقال لي تلعب باك ليفت؟ طبعا العب باك ليفت. انا عايز اخد فرصه وعايز العب بقى وعايز يعني امسك فيها يعني. فقال لي خلاص. كان تاني يوم في التيتش. طبعا ده كان كاس مصر. كاس مصر. ده الكاس ده اللي بعديها كابتن صعب حفيظ وكابتن هدى خشب اعتزلوا. ده اليوم اللي اعتزلوا فيه. كان هم اليوم كنت انا معاهم في السنه دي. وساعتها كابتن سيد كان زعلان جدا وكابتن هادي بس الحمد لله يعني. فبعديها كان عندنا ماتش مع كونغو. لعبت باك ليفت. عملت ماتش كابتن اسامه الحمد لله كان ربنا بقى موفقني. عملت ماتش حلو قوي. كان مستر مارو جوزيه بيتفرج هو والجهاز الفني كله. كان ساعتها كابتن حسام البدري كان اسامه عرابي كانوا مع مستر مارو جوزيه. بعديها باربع ايام كان عندنا برده ماتش مع فرقه من تشيك برده نادي هنا كان عامل فتره هنا في تشيك. برده لعبت الماتش عملت ماتش جامد جدا جبت جون وعملت جون كروس وجبت جون. بعديها كان عندنا الدوري ابتدى بقى بتاع ال 20 سنه. كان اول ماتش في الدور الثاني كان الاسماعيلي والزمالك. الصوره الحلوه دي قبل ما نروح للاسماعيلي والزمالك قول للكابتن ياسر رضوان. طبعا دي الصوره اول لما صعدت فريق اول. كابتن خالد بيبو طبعا دول نجوم كبيره جدا يعني كابتن ياسر رضوان كابتن سعد حفيظ كابتن خالد بيبو كابتن محمد عماره. دول من الناس اللي انا يعني اول ما طلعت كنت يعني نفسي اشوفهم على الحقيقه. كنت اتمنى اشوفهم على الحقيقه. اتصورت جنبهم الحمد لله وهم وقفوا جنبي من الناس اللي ساعدتني. وبرده انت كابتن اسامه اللي ساعدتني برده من الفريق الاول. وانت اللي بلغت لي ان انا اطلع فريق اول عشان انت كنت قاعد ساعتها معايا في الاستراحه. وجيت بعد ماتش الزمالك قلت لي خد بالك الفريق الاول بيتكلم عليك كويس جدا ممكن تطلع في اي وقت الاسبوع ده. وبالفعل بعديها بس حصل موقف حلو قوي لما طلعت فريق اول. كنت انا في الاستراحه كان يوم جمعه. انا فاكر اليوم احسن حاجه فيك انك فاكر الايام بالتوالي. كل حاجه بالظبط. اصل يعني الحاجات دي ما بتتكررش. كان يوم جمعه. قعدت في الاستراحه نايم في الاستراحه في الاوضه. لقيت عم سيد العامل وانا نايم. كان يوم جمعه الساعه 10 الصبح. بيصحيني من النوم بيقول لي يا كابتن جابتن. قلت له لقيت جايب لي الجورنان كان الجمهوريه او المسا تقريبا. تصعيد عمرو الحلواني للفريق الاول. طبعا انا يعني اتخضيت. طب صورتك كمان الفريق الاول بقى. دي كان ماتش في 2006. كان فتره التوقف بتاع المنتخب اللي خد فيها كاس العالم. كاس الامم بتاع كابتن حسن شحاته. كان في مصر. ده كان فتره توقف برده. كنا بقى ماتشات وديه وكنا ما خلاص كنت ساعتها في فتره مع الفريق الاول. خلاص كنت بقالي في سنه مع الفريق الاول ولا حاجه. فده برده كان ماتش حلو جدا. كان برده كان نجوم كبيره جدا 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 يعني. فساعتها كان جالي الجورنان تصعيد عمرو حلواني الفريق الاول. كان عندي تمرين بعد الصلاه. كابتن فتحي مبروك وكابتن ضياء السعيد ما قالوليش حاجه. انا مستني بقى عايز اطلع عايز اخد فرصتي اطلع مبسوط يعني. ما قالوليش اي حاجه خالص. بالليل بالصدفه لقيت كابتن اسامه عرابي في نادي الاهلي مدينه نصر. قال لي يا عمرو انت ما جيتش ليه التمرين النهارده؟ قلت له مش عارف والله كابتن محدش بلغني. ولازم وطبعا ما ينفعش اعمل اي حاجه من غير لازم يكون في حد يبلغ حد في النادي الاهلي. مش حاجه وخلاص. فالاداري كلمني ساعتها كابتن عماد اليماني الله يرحمه هو اللي كلمني في التليفون وقال لي يا عمرو انت بكره معانا مع الفريق الاول. بس قبل ما تخش كلم يخش على اوضه كابتن ثابت البطل. قلت له طب تمام. ما نمتش طبعا اليوم ده. ومرعوب خالص. مرعوب ومبسوط يعني. مرعوب اللي انا طبعا راح للنادي الاهلي حاجه كبيره. ومبسوط اللي ده الحلم اللي انا يعني بسعاله وانا عندي 10 سنين عايز اوصل للهدف ده لليوم ده يعني. فرحت كابتن ثابت البطل طبعا لقيت عم حارس مستنيني.
كنت متاخر 5 دقايق كده، قال لي انت متاخر كمان كابتن سامي لا عم حارس عم حارس قال لي انت متاخر مستنيني على الباب انا فاكر والله 5 دقايق كان قال لي انت متاخر تقول معلش انا مش عارف وبتاع فقال لي كابتن سامي طب انا مستنيك اول ما دخلت كابتن سامي قال لي انت متاخر كمان اول 5 دقايق تقول معلش يا كابتن كانت ساعتها مستر مانو جوزيه قاعد وكابتن سامي بدري طبعا سلمت عليهم كنت اول مره اشوف مستر مانو جوزيه يعني فيس تو فيس يعني لايف يعني سلمت عليه وقعد معايا قال لي بص انا جبتك هنا ساعتها كنت انا وحسام عاشور يعني قال لي انا جبتك هنا عشان انا مقتنع بيك عشان انا عارف ان انت لعيب كويس وعارف انت لعيب مميز وان شاء الله تفيدنا وتفيد نفسك وما تخافش واحنا في ظهرك والنادي الاهلي بيحب ولاده وانا اتفرجت عليك كتير وانا مقتنع بيك وان شاء الله يبقى اضافه قويه لينا مستر مانو جوزيه بقيت فرحان جدا بعد كده قمت كابتن سيد البطل طبعا كلمني قال لي خد تعليماتك مني انا بقى وخليك راجل وخليك ابن النادي الاهلي وارفع راسي دي المسانده اللي وارفع راسنا انت ابن النادي الاهلي انت غير اي حد كابتن سيد الله يرحمه والله قال لي انا فاكر الكلام قال لي انت غير اي حد انت هنا ابن النادي الاهلي اي حد ابن النادي الاهلي بيطلع كلنا في ظهره كلنا معاه هتلاقي هنساعدك مره واثنين وثلاثه وما تقلقش وما تخافش واحنا في ظهرك قلت له يا كابتن ان شاء الله هرفع راسك قال لي ارفع راسي واحنا بنحبك وكل الناس عارفه ان انت لعيب مميز قلت له ان شاء الله يا كابتن وهلعب باسم النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ما تقلقش خالص انا متعود على كده ونزلت التمرين اول يوم في التمرين يا كابتن اسامه الاول بتتكلم برضه هرجع اقول لك ثاني بتتكلم بحب طبعا يعني نابع من القلب عن النادي الاهلي بص يا كابتن اسامه انا ما رحتش اي حته غير النادي الاهلي يعني انا وانا صغير ما لعبتش مثلا في مركز شباب ما لعبتش في هو كان اول حاجه ليك هو كان كنت بلعب في الشارع جيت النادي الاهلي فانا اتربيت على سيستم معين يعني اتربيت ان انا ابقى كبير وبتدين بالفضل حتى تألقك في الانديه بعد كده في الاحتراف او انبي او حرس الحدود او حتى كابتن اسامه لما بعمل اجتماعات لما كنت في النادي الاهلي في انبي وحرس واسوان باجي اعمل اجتماع وبنتكلم مع اللعيبه من بعض كده وبتاع واجي في اقول لهم يا جماعه وانا واحنا صغيرين او النادي الاهلي الفرق بين النادي الاهلي واي فرقه في مصر اللي هو التيشيرت الاحمر اللي هو لازم تبقى نازل مصدق نفسك انت عايز تكسب مفيش حاجه اسمها خساره مفيش حاجه اسمها تعادل لو احنا تعادلنا في الناشئين يا اسامه انت اكيد عارف يعني طبعا تبقى مصيبه ما بتنامش او خسرت دي تبقى مصيبه يعني فاكر معسكر الاعداد لما كنا في المانيا طبعا كنا على الخط والكابتن ثابت ناداك طبعا كل شويه لما بترفع الشورت طبعا الحركه المعتاده طبعا ناداني في المانيا قال لي يا ابني انت كل شويه بترفع الشورت قلت له يا كابتن ثابت انا ما بعرفش العب غير بكده يا كابتن ثابت ما تركيزي بيقل فقعد يضحك ساعتها قال لي طب خلاص ماشي ركز وبتاع انا كابتن ثابت الله يرحمه من الناس اللي انا بحبها وكنت مبسوط اتعلمت من كابتن ثابت يا كابتن كنت مبسوط هو بيحبني يعني دايما كابتن ثابت لما كان بيتكلم معايا والله يا كابتن اسامه كان يقول لي انت ولد راجل انت ولد راجل اعتمد عليك يعني انت ولد يعني ولد طالع راجل انت اعتمد عليك في الفريق الاول وكنت دايما ابقى مبسوط هو كان بيكلمني ودايما كان يقعد يحفزني يعني فمن الناس اللي انا بحبها جدا ومن الناس اللي اتعلمت فيها حاجات كتير قوي بجد يعني طب قول لي بقى اول مباراه ليك مع الفريق الاول عمرها ما تتنسي عمرها ما تتنسي طبعا كنا بنلعب غزل المحله والشوط الاولاني كسبنا 3-0 ففي الدقيقه 70 كده مستر مانو جوزيه قال لي قوم سخن فقلت له خلاص ماشي فانا قبل ما انزل قال لي انت هتلعب كان حوالي ربع ساعه كده كابتن اسامه فقال لي انت انزل متع نفسك ما تلكش دعوه تجيب جون في نفسك تعمل انت انزل متعني ومتع نفسك مالكش دعوه خالص بالنتيجه انزل متع نفسك ومتع ومتع اللي معاك ومتعني وانا عايز اتفرج عليك وما تخافش خالص بيديني الثقه يعني وما تقلقش وانا المسؤول عن اي حاجه وانا نازل انت اللي طالع كابتن اسامه يعني نزلت مكانك اول ماتش ليا ماتش غازي المحله كنا كسبنا 3-0 فلما نزلت طبعا بصراحه كابتن كنت هلعب هاف ليفت كان جلبرتو باك ليفت وانا قدامه وكابتن هاني خشبه كان جنبي وكابتن محمد شوقي وكابتن خالد بيبو قدام فاول ما نزلت بصراحه كابتن هاني خشبه قال لي عمرو نادالي قال لي عمرو ما تخافش لو في اي حاجه بصيلي وما تقلقش خالص واحنا معاك في ظهرك وما تخافش قلت له كان في ساعتها في جمهور يا كابتن اسامه فاول كوره جات لي كابتن محمد شوقي عملها لي وقمت شاطها هاف فولي كده فالجمهور سخن فانا بقى سخنت خلاص قلت خلاص انا خدت ثقه بزياده فساعتها كابتن هاني خشبه قال الله 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 فاهم فبقى فرحان قوي بقى يديني الكوره ويلعب ويقول لي برافو وقعد يشجعني جامد جدا بالماتشات الحلوه حتى بعد الماتش مستر مانو جوزيه خدني بالحضن وقال لي ان شاء الله بدايه ليك كويسه وان شاء الله تبقى حاجه معانا في الفريق الاول باذن الله. اتعلمت ايه من مانو جوزيه؟ لا كتير قوي يا كابتن يعني كتير قوي يا كابتن اسامه مستر مانو جوزيه انا قعدت معاه 3 سنين يعني لا اصرار اتعلمت معايا اللي هو بقى عندك لازم تكسب اتعلمت معاه اللي هو اللي بتاخد بطوله بيقفل الصفحه وبيبص في اللي بعده اتعلمت معاه النادي الاهلي اليوم بيومه يا كابتن اسامه النادي الاهلي اليوم بيومه ما تعيش على الماضي انت امبارح مكسر الدنيا قفلت الصفحه اليوم خلص النهارده كانت مستر مانو جوزيه كانت دي كلمه السر حتى بتاعته. لو كسبت بطوله حتى لو دي كانت كلمه السر وكان طبعا كل جيل كان جامد جدا ونجوم كان هو برده مسيطر عليهم كلهم جدا وكانوا كلهم بيحبوه وكان كل اللعيبه كانت مقتنعه بيه مقتنعه اللي هو فعلا فكريا كويس جدا في الكوره وتكتيكيا وشخصيه قويه جدا كان بيتعامل مع اللعيبه كانه اب بره الملعب وجوه الملعب
فهو راجل بصراحه الجيل ده ما كانش بيخسر خالص مستحيل. الجيل ده كان حاجه واحد معانا طبعا كنت صغير من طبعا كنت صغير ده. وكنت بستمتع بيكوا طبعا يا كابتن اسامه وكنت بقى فرحان ان انا بتمرن معاكوا اصلا وكان الجيل صعب جدا يعني انا كنت فاكر الشيتوس مره واحنا في التمرين كان فرقه قالت للي عشان يكسب النادي الاهلي ده عايز مستحيل عشان تكسب النادي الاهلي انت لو تعدلت معاه ده فرح يعني كان مره دخل في اوضه اللبس وقال كده بصوت عالي كان حد كان كاتب اللي هو عشان تتعادل بس تتعادل مع النادي الاهلي ده بالنسبه لك انجاز مش تخسر من يعني مش تكسب النادي الاهلي ده مستحيل تكسب النادي الاهلي كان جيل بصراحه كله متواضع جيل عايز يعمل حاجه النادي الاهلي جيل كان جعان بطولات جعان بطولات يا كابتن اسامه جعان بطولات مش جعان فلوس جعان بطولات عايز يكسب بطولات اهم من الفلوس في الفتره دي بصراحه يعني وفعلا يعني كان جيل مهم جيل جعان بطولات مش جعان فلوس يعني الناس دي كلها كانت عايزه تعمل بطولات عايزه تعمل حاجه لنفسها وجمهور النادي الاهلي كان دايما واحنا نتكلم واحنا صغيرين كل هدفهم يا كابتن اسامه اسعد جمهور النادي الاهلي اسعد جمهور النادي الاهلي ما كانش حد زمان بيفكر في فلوس هاخد مليون او 2 او 3 كان كل الناس بتمضي على بياض انا واحد من الناس ما كنتش وانا صغير ما كنتش عارف بمضي على كام بمضي على بياض وامشي والله العظيم كان اهم حاجه عندي ان انا العب في النادي الاهلي وامثل النادي الاهلي الفلوس دي كانت اخر حاجه بفكر فيها مين اللعيبه اللي كانت في الفريق الاول يعني دايما ليها موقف حلو مع عمرو الحلواني في الفتره اللي انت طلعت فيها كان كل اللعيبه كان كابتن بركات طبعا وخالد بيبو خالد بيبو كان دمه خفيف جدا وكان شادي محمد دمه خفيف جدا وكابتن صعب حفيظ برده كان معايا على طول كان دمه خفيف قوي 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 الناس ما تعرفش كابتن صعب حفيظ دمه خفيف جدا كان في اوضه اللبس دمه خفيف بطريقه غير طبيعيه يعني وكابتن هادي خشبه برده كان بيهرج ودمه خفيف فلا كان اللعيبه كلها دمها خفيف وبتحب الناشئين وبيحبوا بعض بتقول لنا المواقف الحلوه كده والله دلوقتي في مواقف كتير بس ما ينفعش تقال دلوقتي يعني فاهم او انا مش ذاكر انا مش فاكر دلوقتي على الهوا بس والله يا كابتن كان كل المواقف دمها خفيف وكل اللعيبه كانت يعني يا كابتن انا اول مره اما طلعت في الاول يعني ملاحظ اللعيبه كل واحد بيحب يتكلم على التاني حلو يعني مثلا تيجي تساله على لعيب يقول لك ده لعيب جامد جدا ده لعيب كبير يعني كان كل الناس بتحب بعض في النادي عشان كده ساعتها مفيش بطوله راحت من النادي الاهلي كان يعني تلاقي ابو تريكه كان بيصايد بركات بركات كان بيصايد ابو تريكه بيصايد كابتن هادي خشب بيصايد خدت كام بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن عمرو خدت دوري وخدت كاس افريقيا اللي سافر اول مره سنه رحنا فيها اليابان كنت معاهم وخدت كاس السوبر اللي كابتن عصام حضر صد ضربه الجزاء فيها وخدت دوري وخدت كاس اللي كابتن وائل جمعه جابوا بدماغه امام انبي السوبر المصري وخدت اثنين دوري واحد كاس واحد سوبر بس كده ده مع النادي الاهلي بعد كده نسيت رحت احترفت طب قبل الاحتراف كابتن عمرو الحلواني حظه قليل شويه في النادي الاهلي ان كان في مكانه كان لعيبه جامده جدا كان سيد معوض لو في حته باك ليفت او في الحته اللي قدام لعيبه ثانيه جه في جيل او جه في وقت كان في لعيبه كبار ولا كابتن عمرو الحلواني برضه خد نصيبه من النادي الاهلي واتعلم كتير وممكن نجاحاته اللي حققها ما كانتش في النادي الاهلي لكن بفضل النادي الاهلي تحققت في اماكن اخرى طبعا بس انا كنت طالع في جيل كابتن اسامه جيل لعيبه جامده جدا يعني كان جيلبرتو في موجود كان جيلبرتو ده ممكن احسن مش احسن باك ليفت في مصر كان احسن باك ليفت في افريقيا وكان سعد محمد عواب الله يرحمه ما كانش برضه احسن باك ليفت في مصر كان احسن باك ليفت في سنه كان ساعتها منتخب شباب كان واخد احسن باك ليفت في افريقيا في المنتخب الشباب بتاعه وكان منتخب اول ما شاء الله الله يرحمه يعني كان حاجه جامده جدا كان احمد ابو مسلم موجود وكنت انا عاوز اقول لك انا كنا اربعه تقال جدا يعني انا اصغر واحد فيهم كمان يعني عشان الفرصه كانت تجي لي كانت يعني كانت صعبه قوي كان لعيبه بصراحه لعيبه مميزه جدا يعني بس الحمد لله انا قعدت ثلاث سنين في الفريق الاول وخدت ثقة وخدت خبرات كتيرة جدا اللي بتلعب مع لعيبة كتيرة وخدت معاهم بطولات فلا فالحمد لله هو نصيب وكل حاجة هو رزق يا كابتن انا دايما اقول رزق يعني ممكن تبقى تاخد تلعب في النادي الاهلي وما تعملش اللي انت عملته وممكن ما تلعبش النادي وتعمل الحاجات التانية اللي انت عملتها بالظبط كابتن عمرو الحلواني برضه يعني كان لاعب منتخبات من هو صغير لعبت منتخب ناشئين وشباب واولمبي ومنتخب اول مع كابتن حسن شحاته وانا في اليونان جيت معاه 3 4 فتره جمعات. برضو مهمه فتره المنتخبات طبعا يا كابتن انت متربي على انت وانت كاس صغير عالم. كاس عالم شباب في 2005 في هولندا وكمان يا كابتن اسامه وانت صغير انت متربي على المنتخبات ده الطبيعي انت تروح منتخب مصر وانت صغير الطبيعي تلعب منتخبات يعني وانا صغير لغايه لما وصلت منتخب اولمبي كنت لعب لي حوالي 80 او 85 ماتش دولي في المراحل السنيه كلها فالنادي الاهلي ما هو ده برضو بيدل ان النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن اللي انت ده الطبيعي انت تروح منتخب مصر ده الطبيعي تبقى من الاعمده الاساسيه في منتخب مصر يعني في فتره احتراف مهمه بعد رحيلك من النادي الاهلي فتره كانت مهمه وفتره كان فيها نجاحات كانت في الدوري اليوناني استمرت اربع سنين كلمنا برضو عن الفتره دي
انا فتره كانت مهمه جدا جدا. انا ما لقيت نفسي مش 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 هلعب في النادي الاهلي اساسي، وانا عايز العب وانا نفسي العب، وانا بصراحه ولسه صغير جدا، وانا ما كانش في دماغي خالص العب في حته في مصر غير النادي الاهلي. يعني دايما وانا صغير كان اي حد يسالني اقول لك انا هلعب لغايه لما بطل في النادي الاهلي، او لو همشي همشي بره مصر، مش عارف اي نادي خالص في مصر يعني. ليه؟ انا متربي وانا صغير في النادي الاهلي وتربيتي النادي الاهلي طول الوقت يعني. فجالي فرصه احتراف، لعبت كاس عالم 2005، فكان في وكيل ماكس زبدينس كان هو الوكيل اليوناني، كلمني وقال لي عايزينك هناك في اليونان هاف ليفت، كان عايزين لعيب هاف ليفت وبتاع. قلت له خلاص انا موافق اروح، وكلمنا الباشمهندس عادل القيعي طبعا، وانا طبعا بشكر الباشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي طبعا، اتكلموا عليا امبارح كلام شرف ليا اللي هم اتكلموا عليا. طبعا 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 يعني انا مبسوط هم اتكلموا عليا، والله هم ناس قيمه وقامه. دايما النادي الاهلي، دايما النادي يعني الاهلي ما بينساش ابنائه. والله يتكلم عليا كلام كويس جدا. وخلي بالك الغلاف ده او التقرير ده برضو من احدى الصحف الاجنبيه برضو لما انت كنت محترف في الدوري اليوناني. فجالي فرصه هناك الحمد لله، ورحت فرقه اسمها كالاميريا هناك، وقعدت معاها 4 سنين، عملت معاهم ماتشات على اعلى مستوى، وقلت انا يعني طالما انا ماليش فرصه في النادي الاهلي خلاص احترف بره واخد فرصتي، وكنت هكمل على طول يا كابتن اسامه، بس لولا والدي توفى في 2010 31/3/2010، فمامتي بقى واخواتي لازم ترجع مصر ده. ولازم ترجع ولازم تكون معانا، وخدت قرار ان انا ارجع تاني مصر ورجعت على انبي ساعتها كابتن علاء ابو صادي، ما رحتش بعيد برده كابتن علاء ابو صادي طبعا، كان هو اللي مربيني طبعا المجارين. كان هو اللي مربيني، كان هو ساعتها مساعد مدير قطاع الناشئين، هو كابتن محمد رمضان في الناشئين لما كنت في الناشئين النادي الاهلي، ساعتها كابتن ضياء السيد كان هو مدرب برده في النادي الاهلي في انبي، وكان برده مدربي في النادي الاهلي، فكلموني وقعدت معاهم ومضيت العقد معاهم في انبي. انا حتى كمان قلت امضي في انبي برده نادي كبير نادي مميز، نادي عنده منظومه اداريه منظومه شبه بالظبط شبه النادي الاهلي، هو سبب من الاسباب اللي رحت انبي طبعا كابتن علاء عبد الصادق طبعا وكابتن ضياء والناس دي كلها، وشبه النادي الاهلي يعني كابتن علاء قال لي مش هتختلف يعني، طبعا بغض النظر يعني النادي الاهلي طبعا نادي كبير وجمهور، بس المنظومه هتلاقي برده السيستم بتاع النادي الاهلي ما تقلقش، انا عارف ولاد النادي دايما، حتى كابتن علاء عبد الصادق قال لي كده، قال انا عارف ولاد النادي متربين على حاجات معينه هتلاقيها عمرو ما تقلقش وتعالى وجرب. انا حتى قلت طب اروح العب في نادي انبي سنه سنتين اظهر نفسي اعمل مواسم جامده ان شاء الله، ومن ساعتها اطلع من انبي على النادي الاهلي تاني يعني. ما شاء الله كابتن عمرو في تفاعل كبير جدا يعني من الجماهير، ناس كلها بتبعت لنا علشان يعني عمرو حلواني موجود معانا. حابب برضو اقول بعض تعليقات الجماهير عن كابتن عمرو حلواني، ضيف النهارده نجم الموسم ولاعيب محترم واحسن رجل شمال ابن النادي. خالد الطيب بيقول كان نفسي ما تمشيش من الاهلي، كان زمانك عامل مجد. حسن فهمي بيقول لاعب مجتهد، تحياتنا للكابتن. اشرف الزغبي بيقول تحياتنا ليك يا كابتن اسامه، وتحياتنا للكابتن عمرو الحلواني من غزه ويسعد مساكه. محمد السعدي حبيبي يا كابتن اسامه، احب اقول لك انك لاعب عالمي والله، وبتتفرج على اسوان علشانه، واستمر على كده. بقول لك استمر على كده يا كابتن عمرو. ان شاء الله. قعدت كام سنه في انبي؟ 9 سنين. 9 سنين. تسع سنين نتكلم فيهم. فتره انبي فتره مهمه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار وبالحلقه مع ضيفي ابن الاهلي الكابتن عمرو الحلواني. ما شاء الله عندنا تعليقات كتير وردود فعل ايجابيه كبيره من الناس كلها، حابب برضو اشارك حضراتكم واقول ردود فعل الناس عن حلقه او عن رايهم في الكابتن عمرو الحلواني. حلواني اسم على مسمى، فولاتك عظيمه يا حلو والله، حلواني الكره المصريه هنسميه حلواني الكره المصريه. كمان احمد حسن بيقول لاعب محترم بالتوفيق. كابتن عمرو الحلواني نجم نادي اسوان ومن افضل الباكات في الدوري المصري. قول يا كابتن ايه حكايه الرفعه بتاعه الشورت بتاعتك المميزه دي؟ ايه حكايه الرفعه؟ هي دي حاجه من زمان قوي يا كابتن اسامه، وانا في الناشئين النادي الاهلي متعود، دي بتاخد من تركيزي يعني. اتعودت وانا صغير ان انا اعملها، حتى الناس فاكره ان انا بعملها قصد، انا مش بعملها قصد، غصب عني. لو انا نزلت الشورت بتاخد من تركيزي. عفويه عفويه خالص، عفويه خالص. وانا مش قصدي الكابتن ثابت اما كنا في معسكر المانيا قال لك عايزك 5 دقايق في الماتش من غير ما ترفع الشورت. بالظبط. قلت له حاضر يا كابتن، وانت برضه غصب عني بسنتين، فدي غصب عني، فانا متعود على كده فبتاخد من تركيزي يعني. ابراهيم بيقول شد حيلك الماتش اللي جاي، عايزين هدف واسيست. الماتش جاي عندكم مين؟ عندنا الزمالك. الزمالك ان شاء الله، اتمنى والله اتمنى جدا حيلك. يا رب.
ما شاء الله كمان وصلتوا قبل نهائي كاس مصر. قبل نهائي كاس مصر طبعا هنلعب الزمالك برضه، اللي هيكسب من الزمالك والمقاصة اللي هيكسب منهم هنلاعبهم ان شاء الله، فان شاء الله ربنا يوفقنا الماتش الجاي ونعمل نتيجه ايجابيه باذن واحد احد ان شاء الله. زكي بيقول روحك جميله، شكل الاهلي واولاده، دايما ولاد الاهلي روحهم بتكون مختلفه. شرف ليا. سامح بيقول اللي يحبنا نحبه ومشكور جدا على موقفه مع الطفل المريض اللي طلب يتصور معاه بعد الهدف، كانت لقطه مهمه جدا يا كابتن عمرو. جدا والله يا كابتن اسامه، اي حد يطلب مني حاجه في موضوع كبر الخاطر او حاجه كده هعملها من غير نقاش، حتى لو غلط هعملها. علاء بيقول شد حيلك الماتش اللي جاي عايزين هدف واسيست ان شاء الله. الله. ما شاء الله احنا السنه دي كام اسيست في الدوري يا كابتن؟ 10 10 اسيست بقى 10 10 اهداف، حاجه جميله الحمد لله. ده اعلى اسيست في الدوري المصري، اعلى اسيست في الدوري المصري الحمد لله. وهدفين وهدفين في الدوري وواحد في الكاس. هدفين في الدوري كانوا في مين؟ كان الاسماعيلي والمصري والكاس في الجونه. في الجونه ما شاء الله. نكمل تعليقاتنا. احمد بيقول استمر يا محترم في ادائك العالي، ده لعل وعسى تروح المنتخب زي ما وعدك كابتن حسام البدري وبالتوفيق. عايز اقف بقى عند حته المنتخب دي. كابتن عمرو الحلواني بيقدم ما شاء الله اداء رائع مع اسوان من بدايه الموسم. النهارده لو بنتكلم عن الباكات ليفت الموجودين في مصر، هنقول ممكن ايمن اشرف موجود في المكان ده، ابو الفتوح من زيات موجود في المكان ده، ممكن عمرو الحلواني يكون موجود الفتره اللي جايه ان شاء الله. اتمنى طبعا اتمنى اكون موجود في منتخب مصر، شرف لاي حد يلعب في منتخب مصر. بس كابتن حسام بدري ليه حق الاختيار، انا عمري في حياتي ما كلمت المدير الفني ظالمنا ومش ظالمنا، لا طبعا هو كل واحد ليه احتياجاته وكل واحد ليه لعبته في الوقت المناسب. يعني كابتن حسام البدري قابلني من فتره، كنت بتفرج على ماتش انبي وفرقه كده سيراميكا تقريبا، كان حسام بدري كان في المدرجات نادى عليا وقال لي تعالى انا شايفك وزي ما انت ماشي وهايل والفتره اللي فاتت وانا متابعك وما تقلقش، حتى موضوع السن مش في دماغي، خليك ماشي زي ما انت واستمر. ساعتها كان معاك كابتن احمد ايوب وكابتن طارق مصطفى وكل الناس كانت موجوده. بصراحه انا اللي بسطني اللي هو مهتم اروح ما اروحش، دي اختياراته، انا مش زعلان طبعا، يعني كابتن حسام على راسي طبعا. انا مهتم اللي هو اهتم واتفرج على كل الدوري، طالما اهتم بيا واتفرج على اسوان يبقى اكيد بيتفرج على الدوري المصري كله ومتابع كل الدوري المصري، لما بيند عليا ويقول لي الكلام ده فاكيد ده يخلي لعيبه الدوري المصري كلها تبقى معروفه اللي هي متشافه. اي حد يعمل حاجه كويسه هيتاخد اكيد مليون في المية. يعني الدعم والمسانده من كابتن حسام دي فرقت معاك، يعني انت هو متابع النهارده كل اللعيبه بالظبط. خدني بقى ما خدنيش مش مشكله، انا اهم حاجه اللي هو كابتن يعني اداني حقي وقال لي انت ماشي كويس وانا متابعك، فتوفيق لي ان شاء الله تروح المنتخب ربنا قريب، واهم حاجه تنسجم بسرعه كمان في المنتخب ان شاء الله باذن الله. ابو عبد الرحمن بيقول لعيب بشخصيه الاهلي اتمنى له مزيد التوفيق والنجاح. محمد علي بيقول احلى حاجه في الكابتن عمرو اللي جواه حب الكيان. احمد محمد الصراحه هو افضل باك ليفت السنه دي، ربنا يوفقك يا كابتن في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. عثمان رمضان الاجوان الحلوه دي بيعملها ازاي؟ برضه بيقول لك احسن رفعت شورت في الموسم. لفت النظر لكل الجماهير. محمود جاب الله او جاب فنان اسوان هذا الموسم، ابن الاهلي البار حسن، بالتوفيق يا كابتن استمر. حمدي الرجوله وافضل باك ليفت بالنجاح. ابو احمد بيقول في الاخر المهم فهد جمعه ياخد فرصته في الكاس حتى لو شوط، ان شاء الله كل الناشئين ولادنا هياخدوا فرصه مع الفريق الاول، وفهد جمعه برده خامه مباشره. ما شاء الله ردود فعل ايجابيه كبيره يا كابتن عمرو. والله يا كابتن سعيد قوي يا كابتن اسامه، اللي جمهور النادي الاهلي متابع وجمهور النادي الاهلي يعني مبسوط وبيتكلم عليا كلام كويس، وانا دايما لما ببقى ماشي في الشارع كابتن واحد يقول لي انت ابن النادي الاهلي او انت ابننا، والله يا كابتن ببقى فرحان قوي يعني دايما طول الوقت انت ابننا او انت ابن النادي الاهلي، طبعا بقول له شرف ليا، ببقى مبسوط لما حد يبقى عارف ان انا لعيب في النادي الاهلي وابني من ابناء النادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين. برده من ضمن المحطات المهمه كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، ما شاء الله 9 سنين ده عمر في انبي طبعا، في نادي انبي طبعا، نادي انبي برضه يا كابتن اسامه نادي على اعلى مستوى، مجلس اداره محترم بروفيشنال، النادي ما عندوش مشكله خالص، ما عندوش مشاكل ولا ماديه ولا معنويه ولا اي حاجه خالص، بيجيب انضف المدربين، احسن مدرب في مصر في الفتره كابتن حسام بدري جه مسكنا فتره، ومدربين كتير جدا، كابتن مختار وكابتن ضياء السيد ومدربين اجانب، لا نادي يعني النادي برضو من الانديه اللي هي محترمه جدا وناس بتشتغل بالبروفيشنال، فما فيش اي مشاكل بصراحه. حققت بطولات في نادي انبي، خدنا كاس مصر
كاس مصر كان مع كابتن مختار قدام نادي الزمالك قدام 120 الف متفرج. الحمد لله خدنا كاس مصر كانت كابتن علاء عبد الصادق كان هو ساعتها مدير الكوره وخدنا بقى الثاني دوري وثالث دوري ولعبنا افريقيا وصعدنا قبل نهائي كاس مصر ونهائي كاس مصر وخسرنا البطوله العربيه فعملنا حاجات كويسه جدا وكان معانا جيل برده على اعلى مستوى في نادي انبي لعيبه كتيره جدا على اعلى مستوى لعيبه منتخبات يعني فتسع سنين انا يعني انا بتشرف ان انا لعبت برضه في نادي انبي نادي محترم جدا وحاجه جميله برضه حرس الحدود حرس الحدود منظومه برضه محترمه لعبت انت فيها سنه برضه نفس الكلام كل محطه بتروحها احتراف في الدوري اليوناني في بصمه في انبي في بصمه وعلامه برضه في حرس الحدود كان موسم ليك لكن كان موسم كان من المواسم الحلوه قوي اللي هي السنه اللي فاتت في الحرس انا رحت الحرس بعد ما مشيت من انبي كابتن طارق العشري كلمني كان هو ساعتها ماسك الحرس كلمني قال لي عمرو احنا عايزينك في الحرس وانا كمان اللي خلاني كان عندي كذا عرض في الدوري المصري ساعتها بس انا رحت مع كابتن طارق العشري عشان هو كان مدربي في انبي فانا كنت عارف طريقه شغله وطريقه اللعب بتاعته وكمان كابتن طارق كان بيعتمد على الكور الثابته والفاولات اللي انا بميز فيها وانا ساعتها مشيت من انبي كابتن اسامه كنت عايز العب كنت عايز العب في يعني العب في الدوري المصري بقى العب بصفه اساسيه واللي هيخليني العب ما هو كابتن طارق العشري انا حافظه يعني انا هخش على طول السيستم على طول بالظبط وعارف امكانياتي وبصراحه اداني الثقه وكان سبورت ليا على طول الحمد لله من برده من مواسم انا عملتها حلوه جدا جبت السنه اللي فاتت 8 تجوان وعملت 5 اسيست السنه اللي فاتت من السنين الحلوه مع الحرس الحدود يعني طموحك ايه السنه دي مع نادي اسوان؟ طموحنا اول حاجه اللي احنا نقعد في الدوري المصري بقى في الدوري دي اول حاجه ونسعد جمهور اسوان والناس الطيبين ومجلس اداره ده اول حاجه كانت خطوه مهمه نقل المباريات لاسوان انك تلعب هناك في محافظه اسوان طبعا احنا حسيناها كابتن اسامه حسيناها لما كنا بنلعب هنا في القاهره كان اوكي طبعا بتلعب في سان بيتر سبورت وكل حاجه وناس مهتميه بكل حاجه بس ما كانش فيه روح جمهور روح الجمهور طبعا دلوقتي ما فيش جماهير بس ما فيش روح الجمهور لما رحنا اسوان من اول يوم رحنا فيه لغايه اخر يوم بنمشي فيه لا في جمهور في ظهرنا حتى لو ما حضرش الماتش يا كابتن اسامه في جمهور وانت ماشي في الشارع في جمهور وانت في الفندق وانت رايح الماتش لا بصراحه يعني مختلف الاحساس مختلف تماما يعني طيب ده الهدف الاول البقاء في الدوري الممتاز ان شاء الله نادي اسوان يقعد في الدوري وكمان يعني ونعمل عدد نقاط كافي ومريح كمان ان شاء الله الهدف الثاني الهدف الثاني نعمل بقى حاجه كويسه في الكاس ان شاء الله باذن الله يعني نقعد في الدوري ممتاز اول حاجه والهدف الثاني نقعد بقى نعمل حاجه كويسه ان شاء الله في الكاس ويبقى عملنا انجاز زي ما اسوان عملت انجاز سنه 91 لما لعبت نهائي مع النادي الاهلي وخسرت 1-0 نعمل انجاز للعيبه دي ونعمل والحاجات دي كابتن اسامه كمان عشان ما بتحصلش كتير في الانديه دي لما بتعملها بتبقى بتحفر في تاريخك ولا والجمهور بتاع اسوان او اي جمهور بيفتكر اسمك بالاسم الجيل ده حصل كذا والجيل ده حصل كذا فان شاء الله نعمل حاجه للجمهور يعني ان شاء الله وانت جوه الدوري ممتاز وما شاء الله من احسن اللعيبه الموجوده هذا الموسم مين الاقرب للدوري الممتاز السنه دي ياخد دوري ياخد الدوري النادي الاهلي طبعا انت جاوبت من غير طبعا لا من غير من غير تردد من غير تفكير النادي الاهلي طبعا النادي الزمالك عامل ماتشات كويسه جدا السنه دي هو الاقرب للاهلي والزمالك بس النادي الاهلي عنده استمراريه كابتن اسامة عنده استمراريه اللي هو يجيب نقط ويقعد في الدوري عنده حافز عنده روح البطوله عنده اللي هو يكسب عنده المواقف الصعبه بدليل ان كل 3 ايام ماتش وخد بطولات وخد كاس السوبر ولعب سان داونز وكسب يعني عنده حته اللي هو عايز يكسب ومش هيتنازل عنها بسهوله يعني فانا شايف النادي الزمالك عامل موسم كويس وكل حاجه بس النادي الاهلي في الاخر هو اللي هياخد الدوري هو الاقرب وهو حظوظه اعلى مفيش نقاش طب واحنا بنتكلم على الاهلي والزمالك شفت جون قفشه فين الاول كنت قاعد مع اصحابي كنت بتفرج عليه في كافيه مع اصحابي وكنا مترهنين ان الاهلي طبعا هيكسب فاول لما الجون جه انا بقيت سعيد جدا والله يا كابتن اسامه بقيت سعيد وفرحان وكمان قفشه من الناس اللي انا بحبها اللي هو كان معايا في انبي وكان معايا سنين كتير في انبي وكمان قفشه لعيب كبير لعيب جامد جدا يعني هو غير اللعيب ده لعيب غير بس لما جه النادي الاهلي النادي الاهلي اداله ثقه النادي الاهلي طوره النادي الاهلي خلاه بقى هو لعيب مميز قوي يعني هو كان لعيب مميز لما جه النادي الاهلي اتلمع قوي وبقى حاجه كبيره وواد محترم وولد محترم ومتواضع وحاجه كبيره يعني وحاجه جميله يعني. كان معاك في انبي هو طبعا كان معايا في انبي كان عامل ازاي قفشه كان زي ما هو كده محترم ومتواضع وحاجه جميله جدا ويحترم الكبير قبل الصغير وحاجه يعني محترمه ولعيب جامد يعني طول عمره احنا في انبي كنا دايما نقول الولد ده لعيب جامد هيطلع يبقى لعيب جامد يعني وانت من كنت برضو من ضمن الجيل اللي في 2005 حقق البطوله الافريقيه مع النادي الاهلي شايف التسعه بالنسبه للنادي الاهلي ازاي البطوله الافريقيه التاسعه؟ لا كانت بطوله جامده جدا بصراحه وكانت فرحه الناس فرحه حلوه قوي ليه؟ عشان هي جايه بين ماتش بين الاهلي والزمالك يعني ما بتحصلش كل مثلا 20 سنه مثلا ممكن تحصل او 30 سنه او اي حاجه فلما تاخدها من نادي الزمالك لا كانت
بطولة جامدة جدا جدا جدا. شاف الهدف ده؟ طبعا. لا هدف كمان حلاوة الهدف كابتن أسامة اللي ما فكرش وما فكرش يعني في الدقيقة 88 وما فكرش وحطها وكان فيها توفيق كبير جدا وربنا وفقه وهو يستاهل كل خير وهو لعيب كبير يعني من الناس اللي بحب مجدي قفشة جدا. وخد بالك دي مش صدفة يعني الناس كانت بتقول لك صدفة، لا مش صدفة، وكتير قوي بيعملها في التمرين وكتير قوي بيعملها في الماتشات وكان بيعملها كتير قوي اللعبة دي في إنبي عندنا، فهو لعيب جامد لعيب كبير يعني. طيب مستاهل يعني. واحنا بنتكلم عن التاسعة، النادي الأهلي عنده مباراة مهمة برضه في البطولة العاشرة للنادي الأهلي البطولة الأفريقية أمام يعني منافس قوي زي ما بنقول بلغة الكورة الترجي التونسي، المباراة الأولى هناك، المباراة الثانية عندنا في مصر. شاف الماتشين ازاي الأهلي والترجي؟ ودائما وأبدا مباراة الأهلي والترجي بتكون مباراة يعني عصيبة داخل الملعب. طبعا ماتش جامد جدا، الترجي طبعا في تونس وفي مصر فريق برضه فريق كبير وبرضه واخد على اللي هو يلعب في البطولة الأفريقية على طول. بس النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى مذاكر الفرقه ويعمل ماتش كويس ويبقى فيه توفيق من عند ربنا ونكسب ان شاء الله هناك في تونس ونكسب هنا في مصر ونصعد ان شاء الله باذن واحد احد. النادي الاهلي بعد رحله دامت 10 سنين في قطاع النشيب النادي الاهلي ثم الفريق الاول، عمرو الحلواني النادي الاهلي بيمثل له ايه؟ والله يا كابتن اسامه النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا يعني بيمثل لي اللي انا فيه ده اللي هو الروح والعزيمه وتشتغل وتلعب بروفيشنال وتحترم الكبير قبل الصغير وتشتغل اخر دقيقه حتى في شغلك غير الكوره بره الكوره كمان تشتغل وتعمل اللي عليك يعني ده بالنسبه للنادي الاهلي بالنسبه لي علمني حاجات كتير قوي اللي انت عايش لغايه دلوقتي بيها يعني اللي هو الاسس والقوانين بتاعت النادي الاهلي من صغري. فانا النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني. بعد رحيل عمرو الحلواني من الاهلي ايه التجربه اللي عمرو الحلواني عمره ما ينساها؟ في الكوره يعني في النادي انبي طبعا طبعا انبي طبعا تسع سنين طبعا طبعا ناس برضو محترمه على اعلى مستوى وقضيت تسع سنين يعني جامدين جدا يعني. اخيرا كابتن عمرو كلمه منك لجمهور النادي الاهلي. عايز اقول له انت جمهور عظيم يعني انت جمهور ما بتقبلش بالتاني ابدا يعني اقل يعني اكتر جمهور في العالم في العالم ممكن اي ممكن جمهور ريال مدريد يقبل اللي هو يخسر بطوله عادي ويقول لك النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالمركز الاول فده جمهور عظيم وفعلا النادي الاهلي بجماهيره النادي الاهلي كبير بجماهيره وكبير بالناس اللي بتحب النادي الاهلي وانا يعني واحد انا فخور ان انا واحد ضمن جماهير النادي الاهلي بشجع النادي الاهلي يعني دلوقتي عشان ما بلعبش النادي الاهلي فالنادي الاهلي بالنسبه لي وجمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا 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 كبيرة. وانا سعيد بالحوار معاك يا كابتن عمرو النهارده شرفتنا ونورتنا وانا استمتعت بالحوار معاك النهارده يعني انت فعلا ابن من ابناء الاهلي المخلصين حتى لو ما لعبتش في النادي الاهلي سنوات طويله لكن يظل ويبقى عمرو الحلواني هنقول عليه دايما لاعب النادي الاهلي. ده شرف ليا والله يا كابتن لما حد يجي يقول عمرو الحلواني ابننا وابن النادي الاهلي وانا سعيد جدا يا كابتن اسامه انت عشره عمر طبعا صراحه طبعا 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 ده شرف ليا والله يا كابتن وانت كنت لعيب جامد جدا وهداف على اعلى مستوى وكنت بستمتع اللي انت كنت بتلعب والله يا كابتن اسامه وان شاء الله النجاح لنجاح باذن الله وناخد بطولات كتيره باذن الله ونحتفل ان شاء الله. احنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله معانا ربنا يخليك يا كابتن. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا بشكر ضيفي النهارده اللي كان مشرفني ومنورني الكابتن عمرو الحلواني ابن النادي الاهلي السابق ولاعب اسوان الحالي بنتمنى له ايضا كل التوفيق مع نادي اسوان نادي اسوان من الانديه الكبيره والانديه يعني الجماهيريه الكبيره. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.